يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش بيت، مفيش زوجين في العالم مفيش ما بينهم خلافات، ده دايما يحصل لسبب أو لآخر أيا كان السبب. حتى في بعض الخلافات بدون أي سبب، هي مرة واحدة كده الكهرباء عاليت شوية فيعني قفشوا مع بعض هما الاثنين الزوجين. فسؤالنا بيقول لما بتزعل من المدام أو المدام بتزعلك، هل أنت من أنصار أسيبها لحد ما تهدى عشان نعرف نتكلم، ولا من الناس اللي بتروح تصالحها على طول عشان الزعل ما يطولش؟ زي ما كنا بنقول يا جمانة أن الناس يعني كل زوجين بيكون فيما بينهم خلافات، مشادات، بيحصل خلافات مادية على مصروف البيت، قلة اهتمام، مواقع التواصل الاجتماعي، حد منهم مدمن لمواقع التواصل الاجتماعي بيؤثر بكل تأكيد على العلاقة، لكن في النهاية بيحصل خلاف، وسواء هذا الخلاف زي ما قلت لحضراتكم كان ليه سبب أو بدون سبب، وده الطبيعي بالمناسبة أو ده المعتاد أنه يكون خلاف بدون سبب. فلما ده بيحصل انت بتعمل ايه مع مراتك؟ بتروح تصالحها على طول؟ يعني شوفي كمان حتى الكلام بيؤكد ان هو الزوج هو اللي بيروح يصالح، يعني انا حتى في كلامي عشان بس انا حاسس انك تستعد، يعني الكلام بيقول ان الزوج هو اللي بيروح يصالح بس انت بتروح تصالحها على طول اول ما المشكله تحصل، ولا بتسيبها لحد ما تهدى؟ ناس تقول لك لا لو سبتها لحد ما تهدى زياده عن اللزوم لا ده انت كده انت كده كبرت الموضوع اكبر وهي بقى رسمت مشاكل اكبر، صح؟ مش ده بيحصل؟ انا بسمعك. لا ما ده بيحصل يعني شاركينا الكلام. طيب يعني انا مستنيه اوصل لما تيجي تسالني. طيب انت شايفه ايه الصح من وجهه نظرك؟ هقول لك على حاجه، حسب برضو الزعل ايه. يعني انا عندي قاعده كده في حياتي عامه، اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. انا بشوف ان انا لو اي عامه اي اثنين ان كان نوع العلاقه، اصحاب، اخوات، زوجين، مخطوبين، اي مكان، لو الزعل ليه رجعه، يعني احنا عارفين الخناقه دي او الزعل ده هنتصالح، يعني مش زي ما بيقولوا كده ايه، مش ديل بريكر، مش حاجه هتقطع العلاقه، يبقى ما نطولوش قوي برده، يعني برده نحاول نحله على طول. اصل طول الزعل ده مش حاجه لطيفه يعني. لكن لو حاجه فعلا انا حاسه ان هي ممكن تكون سبب فان هي العلاقة تنتهي، هنا لازم نقف ونشوف هيبقى في حل ولا مش هيبقى في حل، فللأسف العلاقة دي هتنتهي. لا هنتكلم في الحالة الأولانية إنه في رجع، لو في رجع بقى يا شاذلي. بص بصراحة للأسف الشديد هضطر أتفق معاك في نقطة، للأسف الشديد جدا. طب المشكلة لو صح يعني؟ لا هو مش يعني. بس ما هنرجع تاني هأكد. طيب. بس على السؤال حضراتكم هو لما بتزعل مراتك أو بتزعل مع المدام، هل انت من انصار سيبها لما تهدى عشان تعرف تتكلم، ولا بتصارحها على طول؟ بعيدا عن السؤال ماشي. المعدل بتاع شاذلي، انا هتقبل هذه الصيغه بس نشوف رايك. نرجع لصفحه البرنامج على طول. فاحنا ساعات الستات عندنا عاده كده، مش انا بالنسبه لي يعني ما بحبهاش مع اي حد عامه، يعني ما بحبش حد مثلا يبقى زعلان مني اساله مالك مفيش، طب مالك او مالك مفيش، طب ما هو فيه، يعني هو الطريقه باينه انه فيه، طب ما نقول فيه ايه من اول مره، مش لازم نخلص ال 500 مره عشان نشوف نتكلم، يعني هنشوف هنتصرف ازاي. شاذلي بصراحه دي الحاجه الوحيده اللي اتفق معاك فيها. طب ولكن تعالوا على احيانا تعالوا سكه زي ما بنقول كده، مالك انت عملت 1 2 3، لو كنت عملت هنقول انا اسف والدنيا هتمشي، ما عملتش خلاص. ما في فرق بين مالك اللي هي الاستاذ شاذلي بيقولها جنبي دلوقتي، فيه مالك، في فرق بين الاثنين. ففي حاله مالك الاولانيه اللي شاذلي كان لسه بيعملها فاتمنى ان احنا نقول انا على طول بستخدم مالك اللي انا عملتها دلوقتي. اتمنى من زمان في الاعداد دي يجيبوا لنا المدام على التليفون عشان نشوف الموضوع. بس يعني ده في حاله مالك الاولانيه. مالك الثانيه بقى دي بتبقى مستفزه في حد ذاتها. بس انا هقول لك على حاجه، انا واحده من الناس عامه زعلي مش بسهوله ازعل، يعني مش بسهوله اتخانق، ده كويس. لا مش بسهوله خالص، بس ممكن احيانا الموضوع مش بيبقى زعل، يعني انا حد عمل حاجه بسيطه فالحاجه ضايقتك، الحاجه يعني مش عاجباك فبتتضايق، مفيش مشكله. لو الحاجه البسيطه دي اللي قدامي استهان بيها او ما تعملش معاها بطريقه لطيفه،
يعني خدها بهزار، خدها بلطافه، طب خلاص طب ما تزعليش، او حتى نعدي الموضوع. احيانا في طريقه بتبين ان انت عارف ان انت غلطان، بس مش لازم تقول انت غلطان، يعني بتبين احيانا. ما هي برضو انت عارفه ان الحاجه دي بتبقى فرديه، يعني في مثلا ست تقول لك اه لا يعني هي قدرت حاجه زي دي وخلاص، وهي حست ان هو حاسس ان هو غلطان فبيصلحها بطريقه او باخرى. ما هو ده حسب الرصيد بقى، يعني ما هو حسب انت كل شويه بتعمل شخصيه برضو جمان اعتقد يعني. على فكره ده آه. اكيد وده آه. يعني دي نقطه هنوصل لها، بس هو احنا بنتكلم في هتكلم عن نفسي انا شخصيا يعني. لكن لو مثلا حاجه تافهه جدا جدا وخلاص، يعني ايه التفاهه اللي انت فيها دي، او خلاص يعني مجراش حاجه، او هو انت زعلانه ليه وكل شويه يعني الطريقه دي، لو طبعًا. حاجه صغيره تكبر قوي قوي، مش السبب اللي زعلني الطريقه. ولو حاجه كبيره جدا 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 وحسيت ان اللي قدامي فعلا حس ان هو غلطان، او حس ان هو ضايقني، او حس ان هو عايز يصلح الموقف، لو حاجه كبيره جدا حقيقي ممكن اعديها وخلاص الموضوع ينتهي. في نقطه بقى كمان تانية شاذلي، احيانا في ناس مصالحتها صعبه. يعني انا غلطت في حق شاذلي مثلا، ده طبعا عمره ما حصل، بس يعني لا طبعا يعني طبعا. اجي اقول لك طب شاذلي خلاص ما تزعلش، نفضل نتكلم في الموضوع ساعتين، ما هو انا ما عنديش حاجه تانية بعد ما اقول لك ما تزعلش، يعني انا ما فيش حاجه تانية في ايدي اعملها بعد ما اقول لك انا اسفه، او بعد ما اقول لك لازم تبقى سهله كده في التعامل. صح بالظبط. ما في ناس بتقعد تماطل وتطول، فاللي قدامك بيزهق، ما بيبقاش عنده طاقه انه يفضل طول الوقت يصالح ومعلش وحصل خير. بعد فتره اللي قدامك كمان بيزهد انه يصالحك اصلا، هو عادي هيزعل دلوقتي وهيقعد شويه وبعدين هنتكلم تاني. فهي الفكره دايما يعني اي حاجه فعلا بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. يا شاذلي انت بتعمل ايه بقى؟ انا معاكي جدا، بس انا عندي مشكله تانية خالص. انا هقول لك طبعا انا بعمل ايه. مساله الاهتمام طبعا بكل تاكيد غياب الاهتمام بالطرف الاخر بيؤثر على العلاقه، ممكن يعمل مشاكل بدون سبب، يعني ممكن تكون حاجه صغيره جدا لكن عشان الطرفين مش مهتمين ببعض ايا كان يعني، فتلاقي فيه مشكله كده اتفجرت. لكن في بعض الاوقات اللي هو كلمه ما انت مش مهتم، ايوه الكلمه دي احنا بنسمعها صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وساعات نصحى من النوم عشان نسمع كلمه اصلك مش مهتم، اصل انت فاكر مين اللي كانت عامله لك لايك على صورتك وانت في اعداديه. هنفضل بقى نقلب بقى ونطلع في حاجات من اللي هي ايه بتؤكد ان في سبب جوهري لمشاكل مثلا معينه، وبنحاول نطلع السبب ده في حاجات من الحاجات اللي هي البسيطه اللي زي دي. على كل إن هو الزعل هيطول يعني، سواء رحت صلحتها على طول سواء سبتها لما تهدى، هو زعلها هيطول يعني. أوه. عشان نكون متفقين، انا بالنسبه لي على حسب الموضوع. انا بالنسبه لي على حسب الموضوع. أوه. يعني في بعض المشاكل ممكن تكون بسيطه وسهله، واحس انا من الناس اللي ممكن اتعصب بسرعه، او مش اتعصب يعني ممكن اكون بس منفعل شويه وانا بتكلم، فيظن الطرف الاخر ايا كان صديق او زوجتي او كده ان انا متعصب، بس انا مش متعصب ولا حاجه يعني، ممكن اكون منفعل بس وانا بتكلم. انا ده شكلي هو ده انا يعني، فهم بيتخيلوا ان انا متعصب فممكن تحصل مشكله بسبب. بس طبعا مع الوقت بقى مثلا مراتي فهمت، صحابي عرفوا ان انا ما ببقاش متعصب اصلا يعني، ده عادي. بس انا من الناس اللي لو اتعصبت كمان بفك بسرعه يعني، مش من الناس اللي عصبيتها بتزيد. فلو الموضوع بسيط والمشكله سهله يعني، ويعني خلاف بسيط كده في مواعيد في حاجات من الحاجات البسيطه دي، لا ممكن تتحل على طول. معلش انا اسف، معاك اتعصب بس شويه، اصل مشغول، اصل مشدود، اصل الكلام اللي هو لطيف. وفي برده سريعا جدا كده نقطه ثانيه، احيانا اللي قدامك بيبقى محتاج وقت عشان يهدى. احيانا يعني انا مش زعلانه بس محتاجه وقت اهدى. في ناس لازم نحل المشكله، لا في ناس بجد لازم نحل المشكله دلوقتي، يعني احنا خلاص هنتصالح دلوقتي حالا والموضوع هيتحل دلوقتي حالا. لا ما هو يعني خلاص، ما هو شويه او حتى شويه وهنتكلم في الموضوع. في ناس بتبقى من كتر عصبيتها بتبقى عارفه ان هي لو اتكلمت دلوقتي هتغلط، او هيبقى في ايا كان هيقول كلمه او هتقول كلمه مش قصدها. هم عارفين نفسهم، واحنا كمان بنبقى عارفينهم، احنا عارفينهم والناس نفسها عارفين، احنا عارفينها من فتره فعارفين الموضوع ده. فندي الناس وقتها، مش لازم الضغط طول الوقت هنتكلم دلوقتي وهنتصالح دلوقتي وتحكي لي دلوقتي، مش لازم دلوقتي، ما وراناش اي حاجه يعني. صح. عادي خالص. على اي حال يعني قولوا لنا انتوا ايه رايكم. انا عارف تعليقات كلها تكون جايه في اتجاه واحد يعني، اللي هي بس خلينا نشوفها بقى اللي هي ايه الاتجاه الواحد. خلينا نشوف ان هو كده كده زعل مطول يعني. ما هو انتوا رجاله صعبين بصراحه، سواء اتكلمت في ساعتها او حتى انتوا يعني زعلكم الصراحه يعني صعب جدا، ولا يعني ما علينا، هنشوف هتروح انهي اتجاه. ما علينا. سؤال مره ثانيه، لما بتزعل مراتك تصالحها في نفس الوقت ولا بتسيبها تهدى؟ ده سؤال موجود على صفحتنا على فيسبوك، اكيد مستنيين اجابات حضراتكم اللي نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.
لما بتزعل من المدام ويحصل ما بينكم خلافات، هل انت من انصار اسيبها لما تهدى عشان نروح نتصالح، ولا بتصالحها في نفس الوقت؟ خلينا نروح نشوف دينا شرف تحب ايه بالظبط. هل تحب تتصالح على طول ولا تحب شويه كده على ما تهدى والزعل ياخد وقته كمان معاكم؟ يعني انتوا بتحبوا الزعل جدا. لا بالعكس، فلازم بس هصبح عليك الاول. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير وسعاده للمصريين كلهم. انا عايزه احسم الجدل النهارده. اه طبعا، ان مفيش ست بتهدى لما انت بتسيبها تهدى. ولو بتعلى اكتر يعني، هو كانك ايه ولا تعود كبريت. لا والله بالعكس، احنا بكلمه بسيطه جدا بنتراضى. لكن انتوا فعلا زي ما جوبانا بتقول، زعلك وحش، بتطولوا في الزعل. جدا. انا بس عايز اقول، اصلا مش عارفه، مش بتديكي فرصه حتى يعني تسيبيها، تسيبها ترد. لا بس انا عايز اقول حاجه، بس احنا بكلمه بسيطه بنتراضى، دي ده كلام بنشوفه. لا والله كلام مش بيتقال، بس ده حقيقه. والله ست طيبه جدا، كائن طيب جدا والله. انتوا فهمونا بس، قدرونا. هو فعلا زي ما انا بقول كده، ان احنا محتاجين الاحتواء والاهتمام وقت الزعل. على فكره بكلمه بسيطه جدا ممكن نتراضى، بس هو اختلاف وجهات النظر. يعني الراجل دايما بيحب يهدى وبعدين يتكلم في الموضوع تاني، على عكس الست بتبقى عايزه تعمل الخناقه وتتصالح وكل حاجه تخلص في قعده واحده. هو عنده طريقه معينه احنا لا بنقدر نفهمهم ولا هم بيقدروا يتواصلوا معانا في ده، فده اللي بيسبب المشاكل جدا. بس انا باكد تاني وبحسم الجدل وبقول ان مفيش ست بتهدى لما بنسيبها تهدى، بالعكس النار بتولع اكتر. خلوني بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره على كل الانحاء. الطقس هيكون طقس مائل للبروده صباحا، مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. في النهارده نشاط رياح على اغلب الانحاء، بتكون مثيره للرمال والاتربه على شمال الصعيد، ده مع وجود فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه احيانا على السواحل الشماليه. درجه الحراره في القاهره النهارده 28، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 35، واقل درجه حراره في مطروح 22 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه. كالعاده بيكون معانا دايما في بدايه حلقتنا في صباح الخير يا مصر مجموعه من الاخبار والفقرات بتتم حضراتكم، وبنبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، منها وصول دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الى العاصمه البريطانيه لندن للمشاركه نيابه عن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكه المتحده. كمان من ضمن الاخبار اللي حصلت امبارح، الحكومه نفت شائعه دخول مصر في موجات وبائيه، واكدت على ان الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما، ولا توجد اي امراض وبائيه في اي محافظه من محافظات الجمهوريه. كمان امبارح وزاره الداخليه نظمت دورات تدريبيه للعاملين بمراكز الاصلاح والتاهيل. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك للمملكة المتحدة. وخلال مشاركته في مراسم التتويج، هينقل مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة. امبارح نفت الحكومة شائعة دخول مصر في موجات وبائية حذرت منها منظمة الصحة العالمية، وشددت الحكومة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً، ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة لامتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير عن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 29 إبريل لحد 5 مايو، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والأنشطة اللي قام بيها. امبارح نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشري. شارك في الدورة عدد 20 متدرب من الضباط والأفراد والمدنيين العاملين بقطاع الحماية المجتمعية. وبيعد تنظيم تلك الدورات استمرار للدور الرائد اللي بيطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة
الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، وبيأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها توفير 53 فرصة عمل ضمن مبادرة مشروعك في المنوفية، وأيضا تم تنظيم مهرجان النحت على الرمال لأول مرة على شواطئ الإسكندرية. كمان امبارح في محافظات مصر تم الإعلان عن تنفيذ أعمال السوق النموذجي في قرية المطمر بأسيوط بتكلفة 5,750,000 جنيه، أيضا لانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى القصاصين المركزي في إسماعيلية، وأخبار تانية كتير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي أكدت أن فرص العمل اللي وفرها برنامج مشروعك خلال شهر إبريل الماضي بلغت 53 فرصة عمل من خلال تنفيذ 34 مشروع متنوع بتكلفة تزيد على 5,591,000 جنيه، وده في إطار دعم جهود الدولة نحو الاتجاه للتصنيع والإنتاج بما يتماشى مع الخطط التنموية اللي بتشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية. في البحر الأحمر هيستقبل مطار مرسى علم الدولي 128 رحلة طيران على متنها حوالي 25,000 سائح من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية الأسبوع الجاري، ومن المقرر وصولهم بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار. في قنا قامت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بفحص 581,780 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وده في إطار الخطة اللي بتتبناها وزارة الزراعة للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل. في الإسكندرية أعلنت المحافظة عن تنظيم مهرجان النحت على الرمال على شاطئ السرايا العام لأول مرة على شواطئ الإسكندرية، وهيبدأ المهرجان بكرة لحد 7 مايو ويستمر لحد 11 مايو الجاري، وهيتم غلق الشاطئ على مدار 4 أيام مدة المهرجان حتى يتمكن المشاركين من استكمال أعمالهم الفنية. فأسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم على مساحة 1,000 متر مربع وبتكلفة 5,750,000 جنيه، وهيتم تجهيز المحلات وفقاً لأحدث المواصفات لتلبية احتياجات المواطنين، وده ضمن المشروعات اللي بيتم تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة. في البحيرة شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد ولائحته التنفيذية، واستقبلت مراكز إصدار التراخيص 3,469 طلب وتم صدور 460 ترخيص حتى الآن. في الإسماعيلية تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية ومد خدمات البنية التحتية لمستشفى القصاصين المركزي وتسليمها لوزارة الصحة، وده استعداداً للافتتاح الرسمي قريباً والعمل على بدء التشغيل التجريبي عشان تقدم خدمتها الطبية لأهالي مركز ومدينة القصاصين. نرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معدة مع مشاركة تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقة، هفكركم مرة تانية بالسؤال. السؤال هو لما بتزعل مراتك برضو؟ لما بتزعل مراتك، لما بتزعل مع المدام ايا كان مين السبب، يعني لما بتزعل مراتك بتصالحها ازاي؟ هل بتصالحها على طول ولا بتسيبها تاني؟ ماشي، عموما التعليقات هترد عليك كده بقى. ماشي، اتفضل. في ابتدي انا. في استاذ ربيع كريم، ربيع كريم بيقول صباح الخير على الجميع، دينا شرف جابت الخلاصه. ما هي قالت انا هحسم الجدل. قالت لك انا هحسم الجدل. يوسف عاطف بيقول صباح الخير يا مصر، بص انا مش متجوز وعندي 19 سنه بس بشوف ان مصالحه الستات عموما اصعب من انك تقنع واحد يشتري منك سمك وانت لسه اصلا ما طلعتوش من البحر. ده يا يوسف وانت لسه ما اتجوزتش، فلما تتجوز الوضع هيبقى اصعب من كده كمان. انت مدرك ان انت يوسف اللي بيقول عنده 19 سنه ما عندوش خبره حبيبي لسه؟ مش مشكله يعني هيكتسب الخبره. ولما يكتسب الخبره يكبر ويكتسب الخبره. يكتسب الخبره يعرف الكلام ده مش مظبوط. في شريف ابراهيم بيقول صباح الخير عليكم وعلى اجمل برنامج في العالم، صباح الخير على حضرتك. بيقول حسب الموقف، في موقف لازم دلوقتي عشان بحس انه ممكن تموت من الزعل، وممكن موقف تاني بسيبها شويه مش كتير عشان هي حد طيب وجميل. من جوه سلام.
عشان هي حد طيب وجميل من جوه، عشان كده انا عرفته وارتحت فيه زي الاطفال تمام. وعلى فكره كل الستات كده الكلام الطيب والحلو هو الطعام والشراب، كلامه منطقي. احمد صلاح العقيد بيقول صباح الخير يا مصر، رجاله طيبين بشكل عام ما يحبوش حد يزعل منهم وبنصالحهم بسرعه. في حياه محمد بتقول انا بشوف انه يحاول صالحها في وقتها، وكذلك هي لو هي اللي زعلت عشان طول الوقت بيخلي العلاقه تتوتر اكتر، والطرف الزعلان بيبتدي يدور في دفاتره القديمه ويشوف كل المشاكل القديمه والموضوع يتفاقم. اشكرك طبعا. محمد محروس بيقول صباح الخير والسعاده، انا سبب حد ما تيجي تقول لي انت ما جيتش تصالحني ليه، ما اكيد ما فيش راجل عاوز وجع دماغ من الاول وهيعمل مشكله على الفاضي. النظريه دي فعاله وبنتصالح من غير ما الموضوع يطول عشان ما فيش فايده من الزعل. نجربها يا استاذ محمد، نجربها ورا الاستاذ المشاهدين لتجريب هذه النظريه. في استاذ علاء هارون بيقول لك صباح الخير يا مستر شاذلي، صباح النور يا جمانة. كل مره اصالح المدام اتغرب بعزومه بره، لازم اصالح انا، هنعمل ايه احنا قلبنا حنين قوي. ماشي. شمس النهار بيقول صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها، من رايي وانا بشوف الموضوع ده كتير، الراجل لازم يصالح مراته في وقتها وما يسيبهاش لحد ما تهدى، لانها مش بتهدى بالعكس، ده بيعمل فتور ما بينهم. المفروض ان ما بينهم موده ورحمه، ما يكونش بينهم الحسابات اللي بين الناس الغريبه ببساطه، لانهم المفروض شركاء في هذه الحياه. يعني زي ما قال ربنا عز وجل ان الزوجه سكن، يعني ففي حد يعمل او يسيب السكن لحد ما يهدى، على حسب ما احنا قلنا، على حسب الموقف. في كمان محمود ابو الليل بيقول صباحكم سعاده ان شاء الله، صباح الخير عليك. بيقول بصراحه عمري ما فكرت ازعل منها، وده شيء بزعلها تقولي نفسي مره تزعلني. يا سلام يا سلام يا استاذ محمود، لكن ما اعرفش وما اقدرش ازعل منها لحظه، لانها كل حاجه جميله في حياتي. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يسعدك يا رب. مجاهد بسطاوي الهلالي بيقول بروح للثانيه، على ما يبدو ان هو متجوز اثنين، يعني بيروح للثانيه. لا اكيد مراته مش ما عندهاش الاكونت الثانيه، ولا يعني اكيد مراته ما عندهاش الاكونت ده. شيء لو شفته بروح لا انا هرجع للتعليق ده تاني، بس هنروح فاصل ونرجع لحضراتكم. بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره على كل الانحاء، والطقس هيكون مائل للبروده صباحا، مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لكن بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهارده كمان نشاط رياح على اغلب الانحاء، هتكون مثيره الرمال والاتربه على شمال الصعيد، ده مع وجود فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه احيانا على السواحل الشماليه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبار طقس النهارده ايه، وخصوصا ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وكمان كان في رياح بالامس واليوم مستمره وفي فرص امطار؟ بالفعل يمكن احنا بدايه من اليوم هنشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه بعد ارتفاع درجات الحراره اللي شفناه خلال الايام الماضيه، لان احنا اعتبارا من اليوم هنبدا نتاثر بشكل كبير بكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، هذا حاجه جزء من اشعه الشمس، فبالتالي تساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أيضا الأجواء هتكون أجواء مائلة للدفء ربيعية تماما على سواحلنا الشمالية. يمكن درجات الحرارة بتكون أقل من المعدل المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات. صحيح. اللي هنحس بالبرودة أكثر بقى خلال فترات الليل، أو هنحس بانخفاض درجات الحرارة الأكثر هيكون فترات الليل، لأن كمان درجات الحرارة خلال فترة الليل هتنخفض، هنحس بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى
شمال الصعيد، اجواء معتدله على جنوب الصعيد خلال فترات الليل، وخاصه كمان في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، لان كمان هيستمر اليوم وجود نشاط نسبي للرياح، وطبعا مش هيكون زي اللي شهدناه بالامس، لان بالفعل بالامس كان في نشاط قوي للرياح، وكانت سرعات الرياح تجاوزت ال 40 وال 45 كيلو متر على الساعه في اغلب محافظات الجمهوريه، وكانت مثيره كمان للرمال والاتربه، لكن اليوم نشاط الرياح اللي هيكون موجود هيكون فقط يخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره، وخاصه فتره الليل وساعات الليل المتاخر مش هيكون بالشكل القوي، هيساعد على الاحساس فقط بالاجواء الرطبه. طب وتاثير هذا المنخفض مستمر معانا لحد امتى؟ تأثيره مستمر معنا، يعني في انخفاض درجات الحرارة مستمر معنا لمنتصف الأسبوع على الأقل، يمكن يعني احنا مع يوم الثلاث ويوم الأربع عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 27 و29 درجة مئوية، فترات الليل يعني في النص الأول من الأسبوع ما بين ال 15 وال 16، النص الثاني ما بين ال 17 إلى ال 18 درجة مئوية، فعلى الأقل لمنتصف الأسبوع الأجواء هتكون أجواء ربيعية تماما، لكن تأثيره في الأمطار هيكون اليوم وغدا، لأن احنا في أمطار متوقعة اليوم، يمكن بدأت بالفعل خلال الساعات الأولى من الصباح أمطار على بعض المناطق من كفر الشيخ والإسكندرية، متوقعة اليوم تكون أمطار خفيفة ممكن تزيد عن الخفيفة وتصبح متوسطة في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، سواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، ويمكن زي ما بنقول إلى الآن في أمطار على الإسكندرية وكفر الشيخ. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا لحالة الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 28 الصغرى 16، العاصمة الإدارية 28 17، الإسكندرية 23 16، العلمين الجديدة 23 15، مطروح 22 16، دمياط 26 18، بورسعيد 24 17، الإسماعيلية 29 18، السويس 28-17، العريش 24-16، كاترين 27-12، طابة 29-22، حلايب 30-20، شلاتين 32-20، شرم الشيخ 31-20، الغردقة 30-20، الفيوم 28-17، بني سويف 29-17، الوادي الجديد 35-21، أسيوط 30-17، سوهاج 32-18، قناة 33-19، الأقصر 34-19، وأخيرا أسوان 35-20. في انخفاض ده ملحوظ في درجات الحرارة يمكن درجتين أو ثلاثة، ونتأكد معاكم إن احنا ما نخففش الملابس في الساعات المتأخرة من الليل، لأن الجو هيكون مائل للبرودة. هرجع مرة تانية لشازلي وجمانة علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله ال 35 من الدوري الانجليزي. بالنسبه للاخبار المهمه اللي هتحصل النهارده، مترو الانفاق هيعيد تشغيل محطه مترو جامعه القاهره بالخط الثاني للمترو بعد الغلق لمدة يومين لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو. والنهاردة النيابة الإدارية أعلنت أنه هيكون مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 الساعة 9:30 الصبح بمقر النيابة الإدارية في 6 أكتوبر. والنهاردة هيختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بمادتي العلوم والمهارات المهنية، وكمان هيختتم طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية. والنهاردة ولعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة ال 35 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد الساعة 5 العصر، وفي نفس التوقيت يلتقي كريستال بالاس مع توتنهام، والساعة 7:30 مباراة ليفربول مع برينتفورد. امبارح كان معنا تقرير مهم جدا بيتكلم عن المجهودات اللي قامت بيها السلطات المصرية عند معبر أرقين
التقرير كان بيتكلم عن إشادات دولية كبيرة جدا بكل ما تقوم به السلطات المصرية من جهود كبيرة في عمليات الإجلاء من السودان، مش بس للمواطنين المصريين لا كمان لعدد كبير من الجاليات الدول الصديقة والدول الشقيقة. صحيح يا شاذلي، خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لمعبر أرقين الحدودي ونتابع لقاء مع سفير الفلبين في مصر والسودان من داخل معبر أرقين والحديث عن تنسيق دولته مع السلطات المصرية لإجلاء المواطنين الفلبينيين من السودان، والزميل العزيز رامي محمد. تحياتي لكم ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، مع استمرار عملية إجلاء المواطنين المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى، نتحدث عن أكثر من 50 جنسية لخمسين دولة وست منظمات تم إجلاء الرعاية الخاصة بهم، وأيضا من بين هذه المنظمات والدول نتحدث عن دولة الصين، تنزانيا، نيجيريا، قبرص، اليونان والفلبين، وحضور لممثلي وسفراء هذه البلدان ليأتي لنا هذا اللقاء مع معالي السفير عز الدين طاجو سفير جمهورية الفلبين. أرحب بك على شاشة القناة الأولى تلفزيون المصري في البداية، وحدثنا معالي السفير عن التحرك والتنسيق مع السلطات المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية لإجلاء الرعاية الخاصة بدولتكم. شكرا جزيلا. أول شيء أنا سفير معتمد أيضا إلى جمهورية السودان. منذ اللحظة الأولى بعد أن تلقينا بعض الرسائل من مواطنينا في السودان، قمنا بالتنسيق مع وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، خصوصا مكتب الشؤون القنصلية سعادة سفير إسماعيل خيرت، الذي من أول لحظة كان متفاهم وأبلغنا بالمتطلبات واتفقنا على الإجراءات المطلوبة لدخول اللاجئين المجليين من الفلبينيين من السودان إلى مصر. نتحدث عن أعداد تتزايد يوم بعد الآخر، أكثر من 17 ألف من الوافدين من غير المصريين، الغالبية العظمى للسودانيين وأيضا من الدول الأخرى أكثر من 2000. لو تحدثنا عن لغة الأرقام فيما يخص أعداد الوافدين من الفلبين. يوجد هناك من البداية حصدنا حوالي 815 فلبيني في السودان. من هذا الرقم هناك من قال أنه يريد أن يبقى في السودان لأن الكثير منهم كانوا يعيشون ويعملون فيها لسنوات عديدة، ولكن إلى الآن وإلى هذه اللحظة فقد أجلينا أو أخرجنا من السودان عبر هذا المعبر أركين 507 فلبيني جاءوا عبر باصات وحافلات من خرطوم. هناك أيضا عدد 53 خرجوا وبعضهم موجود في معبر قسطر أو قسطل في حوالي ساعتين من هذا الموقع. هل هذه الأرقام قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة؟ هي قابلة، ولكن نحن الآن نحاول أن أيضا نبعث لاجئ الفلبينيين عبر حافلات أخرى إلى بور السودان. القليل منهم تبقى، حوالي 40 فلبيني موجودين في الخرطوم يسألون المساعدة منا. وزارة الخارجية المصرية وضعت وخصصت أكثر من موقع للتجمع، سواء الإجلاء البحري من بور السودان أو أيضا الإجلاء البري عبر معبري قسطل وأرقين. لو تحدثنا عن الإجلاء البري من هذين المعبرين، تم وجود العديد من المساعدات الإنسانية واللوجستية وأيضا دور كبير للهلال الأحمر المصري وهيئة الإسعاف المصرية. حدثنا عن هذه المساعدات سواء اللوجستية والإنسانية والطبية للمواطنين الفلبين. بصراحة أول شيء نشيد به بدور الحكومة المصرية أنهم قبلوا بالفلبينيين يدخلوا، دخلوا أرض آمنة، دي مصر طبعا، فإحنا سعداء بهذا أولا. ثانيا في هناك الحجر الصحي موجود لمساعدة بعض المصابين، كان عندنا واحد مصاب في إيده وقام الحجر الصحي الموجود في الناحية المصرية بمساعدته. أيضا في الهلال الأحمر كان بدي مية وبسكويت وتوت براش فرشة سنان، صحيح.
ففي تسهيلات طبعا. احنا في موقف صعب للجميع، وطبعا نشكر كل اللي بيساعدونا. احنا كأخوة بنساعد بعض، نساعد الإنسانية. أشكر مصر على كل مساعدتها لينا ولشعب الفلبين، والشكر ده مش بس مني شخصيا لكن من حكومتي، وأهم شيء من الفلبينيين اللي بيوصلوا الأرض إلى أرض مصر. لو تحدثنا أيضا عن المساعدات المكتملة والمشهد المكتمل من جهود الدولة المصرية، وزارة النقل أيضا مع هيئة الموانئ البرية والجافة التنسيق أيضا لتوفير الشاحنات وأيضا الحافلات التي تقل المواطنين الوافدين، هل تنسيق السفارة أيضا لنقل المواطنين الفلبينيين عبر هذه الحافلات، أم هناك طرق أخرى، يعني عربات خاصة، حافلات خاصة بالسفارة؟ بصراحة احنا حكومة الفلبين وفرت حافلات من خرطوم لغاية الحدود، وبعد ذلك من حدود بعد ما خلصوا أوراقهم إلى أسوان أو القاهرة. خبر سعيد ان امس امبارح والنهارده في خلاص فلبينيين بداوا يرحلوا على رحلات مختلفه الى للفلبين، فهم فرحانين قوي بالحكايه دي. فالحكومه دلوقتي بتقوم بكل التنسيق وبنوفر لهم كل حاجه. معالي السفير عز الدين تاجو سفير جمهوريه الفلبين، بشكرك على التواجد معنا، واتمنى لك التوفيق والسلامه لمواطنيكم وايضا جميع الوافدين. شكرا جزيلا للقناه الاولى والشعب المصري، واحنا اخوه بعد كل شيء فعلا. اشكرك جزيلا. يمكن هذا المشهد الذي نتحدث عنه الان من داخل معبر أرقين البري، استمرار لتوافد الكثيرين سواء من المصريين وايضا من اصحاب الجنسيات الاخرى، ويستمر معها ايضا المساعدات اللوجستيه والانسانيه والطبيه من قبل وزاره الصحه المصريه والهلال الاحمر المصري وهيئه الاسعاف المصريه، وايضا توفير وتنسيق كبير جدا بين وزاره النقل المصريه وهيئه الموانئ البريه والجافه لتوفير الشاحنات والحافلات لنقل المواطنين من كافة الجنسيات. وأيضا كان هناك اليوم زيارة لعدد من المسؤولين وعدد أيضا من الوفود وممثلي السفارات والدول الخارجية والدول الأجنبية، منها ممثلي لسفارة تنزانيا وأيضا وفد من سفارة الفاتيكان، وأيضا كما تحدثنا الآن وفد من سفارة الفلبين. وكانت هناك زيارة لوزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار، وأيضا يشارك في هذه الزيارة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للإطمئنان على التجهيزات المصرية والاستعدادات لتبقى البوابات والمعابر المصرية والمنافذ هي بوابات مفتوحة أمام جميع الوافدين، جميع المواطنين الراغبين في مغادرة أراضي السودان. مصر ترحب دائما على مدار اليوم بجميع الوافدين بكافة الاستعدادات عبر البوابات المصرية، منفذ أرقين ومنفذ كوستل وأيضا الإجلاء البحرية عبر ميناء بورت سودان. عودة إليكم مرة أخرى، هذا هو المشهد وإليكم الكلمة. طبعا يعني بنشكر زميل عزيز رامي محمد، والشكر موصول كمان لضيفه الكريم، نحمد الله طبعا على وصول الوافدين بالسلامة. على أي حال موسم الصيف خلاص قرب، وإحنا بالنسبة لنا الصيف يعني اسكندرية. اسكندرية في الصيف بتكون كاملة العدد، وكتير مننا بيحب يستمتع بالأجازة، أجازة المصيف في اسكندرية. عشان كده تم الاستعداد من بدري والتجهيز لاستقبال الزائرين في أجازة الصيف يا شاذلي. بكل تأكيد، ومن ضمن التجهيزات كمان اللي تمت في اسكندرية هي نظافة الشواطئ، تنفيذ ضوابط صارمة لمنظومة الإنقاذ والإسعافات على الشواطئ، خاصة أنه كمان السنة دي تم إعادة افتتاح شاطئ النخيل بعد غلقه لمدة 3 سنوات. مع بداية موسم صيف جديد، استعدت عروس البحر الأبيض المتوسط لاستقبال المصيفين والزوار الذين يتوافدون على الإسكندرية طوال أيام الصيف من خلال العديد من التجهيزات التي نفذتها على شواطئها، مع عودة شواطئ سياحية للخدمة والاهتمام بالشواطئ العامة ونظافتها، فضلاً عن التأكيد على منظومة الإنقاذ بجميع الشواطئ وخاصة شاطئ النخيل الذي تم إعادة افتتاحه بعد إغلاق دام 3 سنوات وكان محل جدل في الأعوام الماضية. محافظة الإسكندرية أعلنت بشكل رسمي عودة فتح شاطئ النخيل الذي يعد أكبر شواطئ المحافظة وتصل مساحته لكيلومترين، مع تنفيذ ضوابط صارمة لمنظومة الإنقاذ والإسعافات على الشاطئ، حيث يتم تركيب كاميرات لمراقبة الشاطئ وتحديد المناطق الآمنة للسياحة وأبراج المراقبة، مع تواجد 30 منقذاً معتمداً على الشاطئ، فضلاً عن تجهيز وحدات إسعاف
وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب تعرض أي مواطن للغرق. وبجانب منظومة الإنقاذ التي تتم على الشواطئ وتأتي في المقام الأول للحفاظ على سلامة المواطنين، هناك العديد من الضوابط التي تعمل على راحة المواطن، حيث يتم تنظيم حملات دورية على الشواطئ لرصد أي شكاوى وحلها على الفور. وأكدت المحافظة على التعامل بحسم مع أي مخالفة على الشواطئ، وأن جميع أسعار الشواطئ معلنة لكي لا يدفع المواطن أي شيء يزيد عن تذكرة الدخول. معنا على التليفون كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، نتعرف منه على كافة التفاصيل والاستعدادات الخاصة بتأمين المصيفين على الشواطئ. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. في البداية فندم عايزين نعرف أبرز الاستعدادات والتجهيزات اللي بتتم وعلى شواطئ اسكندرية طبعا لمنع حالات الغرق. والله حضرتك يعني مصر جديدة، وطبعا فخامة الرئيس بينادي بأهم حاجة صحة وحياة المواطن، وهو ده اللي طبعا بدعوة كريمة من سيادة المحافظ محمد الشريف سيادة اللواء محمد الشريف محافظة اسكندرية، ان بإعادة فتح شاطئ النخيل، او زي ما بيقولوا عليه، انا للأسف يعني اسمه شاطئ الموت، ما هو شاطئ الموت الحاجة، ان شاء الله يبقى شاطئ الحياة كله. تم طبعا عقد عدة اجتماعات، وطبعا بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في اسكندرية، وحطينا خطة عمل ان احنا نقدر نأمن المصطفين ومرتدي الشاطئ ان هم ييجوا يقضوا يوم جميل سعيد ويخرجوا مبسوطين. يمكن الشاطئ حضرتك هو يمكن طوله 2 كيلو تقريبا، في عدة حواجز امواج، حوالي 7 حواجز امواج، هم دول يمكن بيسببوا ارق شوية، ما هماش بعيد عن شط الرمله، انما قريبين. حطينا نقط مراقبه، منقذين على اعلى مستوى، وزودنا عدد المنقذين بابراج بادوات انقاذ حديثه زي الدول العالم المتقدمه في الانقاذ. يمكن عندنا النهارده ريسك تيوب، عندنا الجيت سكي، حاجه مهمه جدا. الزمنا المستثمر او المؤجر الشاطئ ان هو يوفر ادوات الامن والامان والمنقذين، وطبعا في نقط اسعاف، وان شاء الله باذن الله مع بعض تدريب زيادة للمنقذين والمشرفين بإذن الله هيعدي الموسم بأمان وكله هيبقى سعيد إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. طيب لو حضرتك تقول لنا كمان يعني قائمة المحظورات على مرتدي الشواطئ عامة في اسكندرية. بص حضرتك، يمكن هي بدراسة كده حالات الغرق اللي حصلت الأعوام الماضية، وممكن أقول في معظم شواطئ مصر إن الناس ما بتلتزمش بمواعيد النزول البحر. النهارده أنا بتكلم من الشروق لغاية الغروب، طبعا مع الرغم إنها مدة كبيرة إنما جميع الشواطئ ملتزمة بهذا التوقيت، إنما بعض الناس بتنزل حضرتك الساعة 2 الفجر و3 الفجر و4 الفجر، ويمكن أكبر حادثة شهيرة اللي هي توفى فيها أكثر من 11 من أسرة واحدة في شاطئ النخيل، كانوا نزلوا الساعة 4 ونص الفجر. طبعا الموضوع ما هوش، وكان الشاطئ مغلق وقتها عشان الكورونا. فالموضوع لو بشوية وعي لمرتدي الشواطئ إن شاء الله الأمور هتعدي على خير. أيضا الالتزام بتعليمات حراس الشواطئ أو المنقذين أو اللايف جارد الموجودين على الشاطئ، التزام بتعليماتهم في منطقة محددة للسباحة، مش هيبقى الاثنين كيلو كلهم انا اقدر انزل في اي حته. اي فندم، طب معلش خليني اقف مع حضرتك عند نقطه لو سمحت. يعني حضرتك بتتحدث عن انه ميعاد مواعيد فتح الشاطئ من الشروق حتى الغروب، بعد الغروب ما بيبقاش في حد موجود عشان لو حد فكر انه ينزل يمنعه؟ بص حضرتك، هو طبعا الموضوع في شاطئ النخيل بالذات له وضع خاص، لا هيبقى فيه موجود افراد امن مدربين ان هم يحاولوا ان هم يوعوا الموجودين مرتدي الشاطئ. الناس بتفضل قاعده حضرتك من بعد المغرب لغايه الثاني يوم الفجر موجودين على البحر بيستمتعوا. احنا شعب بيحب الرفاهيه شويه، انما طبعا اهلا وسهلا، اقعدوا على الرمله واقعدوا على البلاج واستمتعوا بوقتكم، بس مع عدم نزول البحر، لان طبعا في خطوره، ما فيش لايف جارد، ما فيش رؤيه ليليه، الكلام ده بيطبق في جميع دول العالم. وزي ما انا قلت لحضرتك، شوية وعي وتكثيف الإجراءات الأمن والأمان والسلامة لمرتدي الشاطئ، أعتقد وبعض لوحات إرشادية تم وضعها على الشاطئ، إن شاء الله بطمنك بإذن الله إن شاطئ النخيل هيبقى من شاطئ الموت لشاطئ السعادة لكل الشعب المصري. تمام. طيب حضرتك قلت إن هيكون في أمن موجود على الشط، عيننا لايف جارد، عيننا منقذين، عيننا كمان، أو حضرتك قلت إن هيكون في جيت سكي، يعني في تفاصيل تانية، يعني في حاجات
تم إضافتها إلى هذا الشاطئ، هل ده يعني أنه التذاكر الدخول هتكون بنفس سعرها، ولا بما أننا أضفنا خدمات جديدة فممكن تغلى؟ مشدد أن عدم وضع أعباء على المرتد الشاطئ. حضرتك الشاطئ بقول لحضرتك شاطئ كبير جدا 2 كيلو، ويمكن في رحلات اليوم الواحد في اعداد كبيره جدا بتخش، مع عدم المسافات باي زياده اسعار، ودي كانت تعليمات معالي المحافظ اللي هو محمد الشريف. عايز اقول لحضرتك حركنا ولت على حته كويسه جدا للشاطئ النهارده. الجيت سكي مهم جدا في عمليه الانقاذ، لان بيقدر يوصل لاي حاله غرق في سرعه كويسه جدا، خاصه لو كان موجود على الجيت سكي شخص ايضا مدرب على انقاذ الغريق ورفعه على جيت سكي والوصول به للبر عمل الاسعافات الاوليه لو كان لا قدر الله في اي حاله غرق او في شرب ميه او ما الى ذلك. طب اخيرا يا فندم وسريعا جدا، في حاله خارق اي من المصطفين لقائمه المحظورات اللي بتكون موضوعه على الشاطئ، هيتم التعامل معاه ازاي؟ والله حضرتك من ضمن الطلبات ايضا ان في موجوده شرطه انقاذ نهري او مسطحات مائيه موجوده على الشط، واعتقد احنا عندنا اجراءات امنيه بتطبق. هيتم طبعا اتخاذ الاجراءات القانونيه قبل الشخص دوت، هيتم يعني منع دخوله من الشط. القصة اللي هي القانونية أنا مش متدخل فيها. لا، الهدف في الأول وفي الآخر يا كابتن فعلا هو سلامة الناس، وعشان كده احنا حاطين كل هذه القيود عشان سلامة الناس مش أكتر. شكرا جزيلا كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. مشاهدينا 8 صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا الشرف، تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال مشاركته في مراسم التتويج سوف ينقل مدبولي تهنئة الرئيس السيسي إلى الملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة. وكان مدبولي قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في الحدث الأكبر بالمملكة المتحدة منذ 70 عاما. يتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا اليوم في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاما، وسيتم تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة ويستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي 1000 عام. تولى تشارلز العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن 74 أكبر ملك بريطانيا، يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن 14 في كنيسة ويستمنستر في لندن. تنطلق اليوم محادثات أولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة. وفي بيان مشترك حثت السعودية والولايات المتحدة كلا الطرفين على الانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة الطريق لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. ميدانياً، قالت القيادة العامة للجيش السوداني إن جميع الولايات تشهد استقرارا أمنيا عدا بعض الأجزاء في العاصمة الخرطوم. واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بخرق الهدنة القائمة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الخروقات تمثلت في استمرار عمليات القصف العشوائي بعدد من المناطق. كما اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالتعدي على مقر البعثات الدبلوماسية بالبلاد، من بينها مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية ومقر سفارة تشاد في الخرطوم. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري. يأتي ذلك قبل يوم من عقد دورتين غير عاديتين لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، على أن تكون الدورة الأولى مخصصة لمناقشة تطورات الأزمة السورية، فيما تكون الدورة الثانية مخصصة لتطورات الأوضاع في السودان.
التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع وفد مجلس النواب الأمريكي لمناقشة الوضع بمحطة زابوريجيا النووية واتفاق تصدير الحبوب. وخلال اللقاء اعتبر الرئيس الأوكراني زيارة الوفد الأمريكي لأوكرانيا إشارة قوية لدعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، مشيرا إلى أن استمرار المساعدة هو ضمان لنجاح بلاده في التصدي للجيش الروسي الذي استأنف إطلاق الصواريخ الثقيلة. قال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفردي إنه أوضح آراء بريطانيا بخصوص هونغ كونغ وشينجيانغ وتايوان في اجتماع مع نائب رئيس الصيني هان تشينج خلال زيارته إلى لندن لحضور حفل تتويج الملك تشارلز. وأضاف كليفردي عبر تويتر أنه ناقش مع نائب رئيس الصيني العمل المشترك بخصوص تغير المناخ والعلاقات الاقتصادية والروابط بين شعبي البلدين. ختام موجز الثامنة فاصل ونود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما تابعنا معكم قبل قليل يتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا النهاردة في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عام. هيتم تتويج طبعا ملك تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس بيعود تاريخها لحوالي 1000 سنة. الأمير تشارلز تولى العرش خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاتها في سبتمبر الماضي. هيصبح في سن 74 سنة كأكبر ملك بريطاني، يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 سنة عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن 14 في كنيسة ويستمنستر في لندن. منظمة الصحة العالمية أعلنت امبارح أنه خلاص فيروس كورونا لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية بعد حوالي 3 سنوات من المخاطر اللي العالم كله الحقيقة تعرض ليها واللي تسببت في وفاة حوالي 7 مليون شخص حول العالم. صحيح، لكن رغم هذا الإعلان لسه البعض متخوف من المتحورات الجديدة لكورونا واللي بتكون في أحيان كتير شديدة العدوى وبتنتشر أيضا بصورة كبيرة. عشان كده خلينا نتساءل، هل فعلا انتهى خطر كورونا ولا لسه مستمر؟ ده اللي هنعرفه من دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا. صباح الخير أستاذة جمانة. صباح الخير يا دكتور، يا أهلا بحضرتك. نطمن الحمد لله. يعني أول حاجة خلينا نقول خطوة كنا مستنيينها بقالنا كتير يعني، فالحمد لله ومبروك. الحمد لله احنا وصلنا للمرحلة دي بعد سنين من العدوى والاحتياطات ويعني رفع الاستعداد في السياسة الصحية. بس خلينا نقول برضو ان درجات التاهب هي مثلا زي الدرجه القصوى في مثلا في الوعي الصحي او في المستشفيات، هي ليها علاقه اكتر بالسياسه الصحيه، ملهاش علاقه بالعدوى وملهاش علاقه باحنا احتياطاتنا واحترازاتنا عامله ازاي. يعني ايه؟ يعني اعلان منظمه الصحه تخفيض حاله الطوارئ العالميه معناها ان انا بخفض من السياسه الصحيه للدول من حيث المنافذ. يعني مثلا مش محتاج ان انا اكشف على الداخلين مثلا والوافدين، من حيث السفر ما بين الدول، من حيث رفع درجه الاستعداد في المستشفيات، ان انا بقى عندي مخزون من الاستراتيجيات بتاعه الادويه بتاعه البروتوكول، ده كله سياسه صحيه، ده هيتخفض. لكن ده ملوش اي علاقه بان في فيروس موجود او لا. في فيروس ولا هو في فيروس؟ الفيروس مكمل. احنا في شهر ابريل كان عندنا في حدود 2,700,000 اصابه و16,000 وفاه، فبالتالي لسه في اصابات ولسه في وفيات. لكن هي المعيار اللي بيخليهم يخفضوا درجه التاهب من الدرجه القصوى ان هي تنزل تبقى بدل ما هو بانديميك او وباء عالمي تبقى انديميك او مرض متوطن، هو ان نسب الوفيات كمان قلت. يعني احنا بنتكلم اول ما ابتدينا ما بين، لو متذكرين، ما بين 2-3%، احنا بنتكلم دلوقتي 0.1%. فبالتالي نسبه الوفيات نفسها قليله، المناعه بتاعت الجسم عندنا بقت احسن. فحتى لو كانت المناعه المسؤوله، احنا عندنا نوعين من المناعه، البي والتي. لو كان المناعه المسؤوله عن الاصابه صحيح مش الى حد ما تاثيرها مش قوي، فبالتالي اللي واخد فاكسين او العدوى قبل كده مش فارق كتير انه يجيله اصابه ولا لا، تقريبا الفرق 1.4 حاجه قليله.
لكن منع دخول المستشفى والوفاة ده تقريبا للناس الفاكسينيتد او اللي جالهم عدوى قريب بيقل 90%. فبالتالي الاصابات هتفضل عاليه لكن احنا شايفين وفيات قليله للغايه حتى في محيطنا يعني نقدر نلاحظها. ما بقاش في دخول مستشفيات كتير. لا ده في محيطنا في ملاحظات تانية كتير. يعني احنا يعني خلاص ما بقاش في حد يقول انا عندي كورونا اصلا صح دلوقتي. يعني خلاص الناس بقى اللي هو البرد العادي يعني بنتعامل معاه عادي وما بنهتمش ان احنا نجيب بروتوكول او اساسا ما بنعملش الفحص عشان نتاكد اذا كانت كورونا ولا برد عادي. ده صحيح. احنا بقالنا تقريبا سنه ما فيش حد بيعمل بي سي ار. هي الاوميكرون قريب شويه من الانفلونزا فالناس بتعالجه وبتعالج الاعراض وده الصح. مش محتاج ياخد بروتوكول كامل، محتاج بس اعالج الاعراض. صحيح في حاليا متحور اجدد شويه ولكن برضه ما هوش اكثر شراسه. الاكس بي بي 116 كل الاختلاف فيه برضه شويه ان هو بيجيب التهاب في ملتحمه العين فتلاقي العين محمره شويه وده الحاجه المميزه فيه. لكن بيت اعراضه زيها زي الانفلونزا وبرضه خلال اسبوعين بيروح. هي دايما المشاكل بتبقى الناس اللي عندهم مشكله في المناعه زي ما دايما بنتكلم، او الناس اللي بتاخد ادويه مثبطه للمناعه، او الناس اللي عندهم امراض مزمنه. غير كده الموضوع خلاص بقى سلس جدا الحمد لله في خلال اسبوع اسبوعين ماكسيمم الشخص بيبقى كويس. طيب دكتور حضرتك قلت انه الموضوع متعلق هذا الاعلام متعلق اكتر بفكره السياسه الصحيه. هل السياسه الصحيه دي زي ما شرحتها كده ممكن بعد شويه زي ما كنا بنقول لما بنشيل الماسكس مثلا لا ممكن يحصل متحور او ممكن يبقى في زياده في اعداد الاصابات او هل فكره التعامل مع السياسه الصحيه او تقليلها ده ممكن يكون سبب في انتشار متحور اخر اكثر قوه واكثر انتشارا واكثر عدوى؟ ده سؤال كويس جدا. احنا بقالنا فتره ملاحظين مع رفع الاحترازات في الدول اللي رفعت الاحترازات اللي بيحصل. فمثلا يعني اخر حاجه الاكتيورس اللي موجود حاليا مثلا ده في الهند، طلع من الهند. الهند ما كانش فيها اجراءات احترازيه وفيها اصابات وكل مره احنا بنقول كل مره بيحصل اصابه كل ما فرصه التحور بيزيد. فاحنا بنتكلم في دوله فيها 1.5 مليار بني ادم تقريبا. التحور اللي حصل هو التحور اللي طلع المتحور الجديد اللي هو الاكس بي بي 116. برضو التحور اللي موجود فيه تحور بسيط خلاه اكثر انتشارا ولكن ليس اكثر شراسه. فبالتالي احنا ابتدينا نعرف ساينتفكلي كده انه وكان لسه في دراسه ظريفه اتنشرت في ساينتفك امريكان ان الجسم ابتدى يبقى فيه حاجه بيسموها سوماتيك هايبر ميوتيشن، ان جسمنا نفسه بقى فيه مناعه جيده للتعرف على المتغيرات حتى اللي هتحصل في المستقبل. فالدراسه دي برضو من ضمن الدراسات القويه اللي دعمت القرار ان حتى لو هيحصل تحورات المناعه اللي بقت موجوده في جسمنا بقت قادره على التعرف على التحورات لمنع تفاقم الاصابه، مش منع الاصابه، منع دخول المستشفى ومنع الوفاه. طيب بس منظمه الصحه العالميه قالت كمان انه مازال خطر فيروس كورونا هو خطر يهدد البشريه. ودي حاجه تقلق برضو. يعني ما احنا ان كنا اطمنا شويه لما رفعوا او خففوا القيود شويه لكن رجعوا برضو على الجانب الاخر قالوا انه مازال خطر يهدد البشريه. ده صحيح. ده الاختلاف اللي طيب عايزين نوضحه. طيب ازاي وهم يعني قالوا ان نسبه زي ما حضرتك ذكرت كمان ان عدد الوفيات قل. احنا يعني هم عايزين يفرقوا ودي متهيألي مهمة نوضحها ما بين ان انا بخفض سياسة صحية وبين ان الفيروس والاصابات موجودة. يعني انا في الاخر بتكلم على ان كل الانذار اللي حصل من منظمة الصحة العالمية ورفع الاستعداد بعد كده ينزلوا دلوقتي ده ليه علاقة باجراءات الدول ملهاش علاقة بالعدوى ما بين الناس. العدوى ما بين الناس قلت فعلا، احنا النسب اقل وده برضو اللي ساعد ان احنا نقلل السياسة الصحية، ولكن هو لسه في وفيات. صحيح هي نزلت بقت قريبه من معدلات الانفلونزا بس هو برضو ما اترفعش تماما. هو حاليا مصنف كمرض متوطن. ان هو يبقى مرض متوطن هو زيه زي امراض موجوده حاليا محتاجه رفع درجه الاستعداد ولكن مش القصوى. احنا كنا في اخر مرحله تماما احنا نزلناها حاجه بسيطه عشان برضو الناس ما تبقاش فاكره ان هي اتلغت. يعني مش هيبقى في اصلا درجات استعداد. هو لسه مثلا في الهند حاليا هيبقى فيه اجراءات الزاميه بالماسك زي او زي من 3 سنين كده. فبالتالي كل ما هيبقى فيه دوله عندها مشكله متوطنه عندها تتطلب اجراءات هيبقى فيه الاجراءات برضه بس هتبقى اجراءات دوله مش اجراء عالمي للدول كلها محتاجه تلتزم بيها. دكتور اسلام هرجع للسؤال طول الوقت بنشوفه على السوشيال ميديا وفي ناس بالحقيقه يعني بتدلي بدلوها فيه وخليني اعرف الاجابه العلميه من حضرتك. كورونا مش مرض جديد. جدر القرود مش مرض جديد. كلها كانت حاجات بالفعل موجودة فجأة تحورت بشكل أكبر فتحورت زي ما شفنا بقت درجة خطورة قصوى. هل ممكن بعد تخفيض السياسة الصحية ممكن مرة أخرى
يحصل أو يظهر متحول لكورونا زي ما حصل قبل كده؟ هو هيحصل، يعني خلينا نقول هيحصل تحورات، هيحصل تحورات يعني، بس كانت تحورات أضعف، وطول الوقت حصل تحورات لكورونا بس كانت ضعيفة كده. وغالبا اللي هيحصل تاني هو تحور برضو، ولكن هيبقى أكثر انتشارا وأقل تأثيرا أو أقل شراسة برضو. يعني هي الفكرة كلها في فكرة التحور في إيه؟ كل ما بيحصل إصابة ما بين شخص، يعني شخص سليم، فرصة الفيروس أنه يتحور، أن الفيروس عايز يعيش، عايز يكمل في دورته، فبيغير السبايك بروتين، هو الكورة بتبتدي البروز اللي عليها تتغير. الجسم بعد شوية بعرفش يتعرف على البروز دي في التحور، لكن في عندنا نوع تاني من المناعة اللي هو التي سيل، ده يقدر يتعرف عليه. فبالتالي التحور إلى حد ما دلوقتي وصلنا لمرحلة بيسموها التحور الآمن. إحنا عرفنا النمط للتحول لكورونا عامل إزاي من خلال طبعا دلتا، كان أوحش تحور حصل. من بعد دلتا لغاية دلوقتي التحور كان الحمد لله للأكثر انتشارا وأقل شراسة فقط. فبالتالي إحنا في السيف سايد إلى حد ما. هل هنسمع عن أوبئة جديدة بما أننا اتكلمنا عن بقية الحياة؟ إحنا بقينا مهتمين بالأمراض والفيروسات أكتر من الأول. فأنا دايما في حد مثلا يكلمني ده في فيروس ماربورغ لسه طالع جديد، لا ده قديم جدا، بس إحنا بقينا بنسلط الضوء على الأمراض والأوبئة بعد اللي شفناه من كورونا، وده حاجة مش وحشة، حاجة كويسة إن إحنا نبتدي نهتم حتى بالبحث العلمي خصوصا في أفريقيا يعني. صحيح. طيب ده عظيم جدا. كان بعد ما كورونا هديت عندنا كتير، في بعض الناس كانت بتشتكي ان هي سايبه عندهم بعض الاعراض، هل لسه لحد دلوقتي في ناس بتشتكي ان كورونا سابت لهم اعراض؟ يعني مثلا لو حد جاله كورونا من بدايتها مثلا، يعني فات عليه سنتين سنتين ونص، لسه في ناس عندها اعراض لحد دلوقتي؟ تمام. لو كانت الاصابه من سنتين ونص، لو كانت فقط اللي هي بوست كوفيد سندروم او اعراض متلازمه ما بعد التعافي من كورونا، غالبا راحت. هي بتقعد في حدود 6 شهور لمده سنه تقريبا، خصوصا الوهن المزمن كرونيك فاتيج، يبقى الشخص حاسس انه على طول همدان، على طول مش قادر يتحرك. اوقات مع بعض الناس بتريجر او بتطلع من جسمهم مرض ما كانش هيظهر دلوقتي، كان هيظهر في المستقبل يطلع دلوقتي. فدي شفناها مثلا في ناس جالهم السكر بعد التعافي، ده مش معناه ان هو جاله السكر بسببه، هو يعني ظهر عليه اكتر. ابتدينا نشوفها في امراض مناعيه، ناس ابتدى يجيلها روماتويد ارترايتس وهكذا وخلافه. دي نسبه قليله قوي الحمد لله. نسب الناس اللي جالها بقى مشاكل في الدم والتجلطات وخلافه، ولو كانت يعني الاصابه قويه جدا اوقات بتسيب يعني ضرر مستمر. معظم الحالات الضرر بيروح تاني في خلال 6 شهور. هي العلاج بتاعها ان الواحد يحاول يرجع للروتين بتاعه لقد ما يقدر. ابتدى يبقى في عيادات على مستوى العالم، عيادات ما بعد التعافي من كورونا. لسه في الشرق الاوسط ما فيش قوي التخصص ده، ولكن يعني مع متهيألي مع الفتره اللي جايه لو ابتدت الاعراض دي، مع خصوصا ان هم بيقولوا ان اوميكرون والمتحور الجديد اعراض ما بعد التعافي بتاعته رخمه شويه، ممكن نبتدي نلاقي العيادات دي موجوده في الشرق الاوسط. دكتور، في نفس السياق برضو كان في حديث عن فكره انه ما بعد التعافي من كورونا احيانا بيحصل التهاب في عضله القلب او بيحصل فيه حاجه ليه متعلقه بالقلب، فبتؤدي الى يا اما يعني بيحصل مشكله في القلب او بيحصل لا قدر الله بتصل للوفاه. تمام. هو التهاب الغشاء للقلب نفسه دي بتحصل مع اي اصابه قويه، يعني اي حد بيجي له انفكشن قوي حتى لو انفلونزا قويه واضطر ان هو جاله نيمونيا مثلا تاب رئوي ودخل المستشفى، ده بيخلي الجسم يطلع مضادات اجسام زياده عن اللزوم، فيبتدي يبقى فيه عاصفه مناعيه، دي ممكن تصيب اي عضو في الجسم. فغالبا الناس اللي بيجي لهم مشاكل في القلب ده، ايفن حتى بنشوفه عند الاطفال اللي بيجي لهم انفلونزا قويه بعد كده يجي له التهاب رئوي ويقول القلب بتاعه اتاثر، فهو بيبقى بسبب النشاط المناعي القوي اللي حصل من تفاقم اصابه قويه جدا. ارتباطها ما بيبقاش ارتباط قوي بالفيروس، مش بالفيروس نفسه قد ما ان الجهاز المناعي بتاع الجسم اضطر ان هو يطلع، يحصل فوران في المناعه وتوصل لاجزاء ما كانش المفروض يوصل لها الجهاز المناعي زي الاغشيه بتاعه القلب مثلا. الريليشن اكتر الاستادز اللي لسه طالعه حديثا هي هل في ارتباط ما بين لقاحات معينه وما بين الجلطات وما بين برضه التهاب في اغشيه القلب. كان مرتبطه بالام ار ان اي، باللقاحات اللي بتشتغل على الام ار ان اي، وكانت النسبه بتاعتها طفيفه للغايه في الرجال فقط مش النساء، اقل من 40 سنه بس. النسبه ما كانتش بيسموها نسبه ضئيله ان هي ينفع نعمل عليها احصاء، مش significant يعني. طيب ده عظيم جدا.
كده اول ما ظهرت اللقاحات بعد فيروس كورونا على طول الناس كلها كانت بتجري عشان تاخد اللقاحات في جرعه تانية جرعه تعزيزيه، ويعني خلاص دلوقتي ما فيش حد ياخد اللقاحات. هل احنا دلوقتي في حاجه؟ وبالمناسبه في التوقيت ده قالوا انه اللقاحات بعد كده زيها زي بتاعه الانفلونزا اللي هي موسميه كل سنه ممكن تروح تاخد اللقاح. هل ده لسه موجود؟ انا مش شايف في ناس بتاخد اللقاحات بصراحه. هو اللقاحات على مستوى، خلينا نتكلم على مستوى العالم، يعني ابتدى يبقى في توجه ان هي تبقى موسميه فعلا. يعني سويسرا لسه منزله بيان ان هي بتنصح ان الناس كل موسم مش في الصيف ومش في الربيع ان هم ياخدوا الفاكسين، فهيعملوه مع لقاح الانفلونزا في اول الشتاء. وقالوا ان لسه كمان حتى هيقرروا اذا كان هيبقى الزامي ولا لا لما نبتدي نقرب على فصل الشتاء. فبالتالي في توجه عالمي على ان اللقاحات تبقى موسميه، في توجه عالمي على ان اللقاحات تبقى لفئات معينه الزاميه وبقيه الناس اختياري، كبار السن، اي حد فوق 65 سنه. امريكا كالعاده بتفرض على الكوادر الطبيه زي ما بتفرض انفلونزا، لقاح الانفلونزا هو بالاجبار لكل الكوادر الطبيه، هيبقى برضه لقاح كورونا. اي شخص عنده مرض مزمن او عنده مرض مناعي او بياخد ادويه مثبطه للمناعه، دول غالبا هيبقى الزامي بالنسبه لهم. لان طبعا من الاستادي اللي كانت طالعه مؤخرا من ولايه يوتا كانوا عاملين دراسه على الوفيات ما بين اللي واخدين اللقاح واخدين بوستر واللي ما خدوش اصلا. فلو ان اللي واخدين لقاح جرعتين حتى لو من زمان نسب الوفيات قلت 60%، اللي واخدين البوستر نزلت 90% اقل. فبالتالي هي الحمد لله هي بتمنع الوفاه بنسبه عاليه، يعني حتى لو كانت نسبه الدخول المستشفى اعلى شويه ما لهاش علاقه طبعا الاصابه، كلهم هيجي لهم اصابه، بس المهم ان هو يجي له اصابه خفيفه. فبالتالي نتوقع يعني على بدايه الشتاء هيبقى في موجه من تلقيح البوستر للفئات اللي احنا لسه قايلينها. طيب هل نفهم من اعلان منظمه الصحه العالميه انه دلوقتي على كل دوله انها تواصل التعامل مع او مكافحه فيروس كورونا على حده حسب طريقتها او حسب رؤيتها؟ ده صحيح. يعني خلاص هو لما بيبقى في رفع درجه الاستعداد القصوى بيبقى في سياسه صحيه موحده للعالم، بيبقى في بروتوكولات بتنزل كل فتره للعلاجات، بيبقى في سياسات السفر بتنزل على مستوى العالم في السفر بين الدول. دلوقتي بما انه مرض متوطن يعني زيه زي مثلا الملاريا مثلا في افريقيا، زيه زي البلاد اللي بتعاني مثلا من فيروسات الحمى النسفيه، انا عندي فيروس محتاج ان السياسه الصحيه الداخليه للدول هي اللي تتعامل معاه. احنا نبتدي نشوف هل محتاجين بي سي ار من حد جاي من بره ولا لا، هل محتاجين يبقى فيه فحص، هل دخول الاماكن بعد كده المزدحمه محتاج ان هو يبقى شخص عنده لقاح وما عندوش لقاح، الابلكيشنز اللي كلنا نزلناها والكيو ار كودز بتاعه السفر والحاجات دي كلها غالبا مش هيبقى ليها لازمه في الفتره اللي جايه. طبعا يعني هل هيبقى في سياسه صحيه خصيصا لكوفيد حتى جوه الدول؟ متهيألي هي هتخش تحت كل الامراض المعديه زيها زي الانفلونزا، مش هيبقى ليها تاني لجان. احنا طبعا كان عندنا كميه اجتماعات للجان كورونا على مستوى العالم وفي مصر، غالبا الكلام ده كله هيقل جدا الفتره الجايه. وحضرتك بتتكلم دلوقتي انا بفتكر اول لقاءاتنا في اواخر 2019 اول ما بدا كورونا يظهر بقى وبدايه 2020 تقريبا، وسجلنا حاله، لا ده بقوا حالتين، ده في حاله في مش عارف المحافظه بالحالة. بالحاله وبعد شويه الموضوع انتشر، قفلنا المساجد واي مكان فيه تجمعات، مفيش تجمعات، وانت راكب مواصلات عامه لازم يكون فيه ماسك، وانت في مكان مش عارف ايه وفي غرامات، يعني احنا عمالين نسترجع هذه الرحله. يعني دلوقتي احنا بقينا مثلا نشوف واحد لابس ماسك مثلا دلوقتي نادر لما خاف منه. اكيد في حاجه، اكيد انت وراك حاجه. هو للاسف احنا السياسه دي محتاجين نغيرها. اول حاجه خلينا اقول يعني انا واحد مبسوط ان بعد الفتره والبوس كمان والسلامات والاحضان طبعا يعني خلاص بقى. يعني احنا مبسوطين الحمد لله ان الرحله دي عدت على خير، يعني الرحله صعبه قوي. صعبه جدا للاسف يعني، وبارشيف القناه الاولى يعني انا مبسوط ان احنا عدينا بكل المراحل دي كده وبكل التحورات بكل الاحداث فالحمد لله. الجزء الخاص بالماسك انا نفسي يكون موجود كثقافه، يعني الشخص اللي عنده برد، عنده انفلونزا، عنده كوفيد وبيعطس، انا حاسس ان هو بيعطس، حاسس ان هو مش قوي النهارده، ايه المشكله انه يلبس ماسك؟ الثقافة دي موجودة في شرق آسيا. صحيح. موجودة في دول كتير جدا ومش مستغربة، يعني حد يخش المترو لابس ماسك ماشي، ده شخص جيد ان هو عايز يحافظ على الناس اللي حواليه، محتاج ان انا ابقى مبسوط من التصرف ده لان الناس غالبا بتتنمر دلوقتي على اللي بيلبس ماسك. السلام والاحضان حتى ايفن في بعض البلاد عندهم كلتشر هو لو عنده برد ما بيسلمش بالايد والناس ما بتزعلش، خلاص الناس لان ده فيها ريسبكت، يعني هو كده بيحترمني خايف عليا مش العكس. احنا هنا ممكن نزعل لو حد مد ايده، احنا بنرمي نفسنا خلاص على شخص اللي قدامنا ونعمل كده. لا بس على فكره حد مثلا ما يسلمش يقول مش هسلم عشان عندي برد، لا والله ابدا. لا البرد ما يخش ولا يهمك. انا دي كنت بسمعها كتير انه يعني انا يعني بحبك اعديك، يعني الموضوع ملوش اي علاقه
بين اتنين اصحاب او اتنين مثلا يعني بيعرفوا بعض ان الفيروس مش هيخش بينهم يعني. فالى حد ما محتاجين ان في قرابة في عشرة يعني. محتاجين ان الثقافة دي تكون موجودة، خصوصا ان نزلات البرد بقت اقوى من قبل كده. يعني في دراسات برضو السنة فاتت لو خدتوا بالكم في الشتاء كان نزلات البرد والانفلونزا قوية. فلو الثقافة دي ابتدت تبقى موجودة متهيألي ان ممكن ايفن حتى نعدي دايما المواسم بنسب اصابات ونسب تفاقم للاصابة اقل يعني. يعني على اي حال يا دكتور اسلام، الحقيقه زي ما حضرتك قلت رحله طويله عدينا فيها مع بعض، وكنا دايما بنتابعها مع الساده المشاهدين لحظه بلحظه، كنا طول الوقت بنطرح تساؤلات، وكنا طول الوقت كنا بنسال امتى ممكن نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، امتى ممكن نسمع هذا الاعلان، اعلان منظمه الصحه العالميه انه خلاص كورونا، يعني طبعا الخطوره ما انتهتش تماما ولكن قلت الخطوره بشكل كبير جدا. كنا بنحلم باليوم ده، كنا بنحلم امتى يبقى فيه تطعيمات، امتى يبقى فيه علاج لكورونا، او امتى نقدر نتعافى او نتعايش حتى مع فيروس كورونا، والحمد لله وصلنا لها. وطبعا يعني انت كنت شريك معانا كمان في الرحله دي دكتور اسلام، فدايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. نورنا دايما. شكرا لحضراتكم على التغطيه الجميله خلال سنتين ونص اللي فاتت. شكرا ليك دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. ومن ناحية تانية أكد علي معلول لاعب فريق النادي الأهلي أن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز ما كانش سهل، لأن المباراة كانت صعبة بشكل كبير، لكن الفريق كان مستعد للمباراة وكان عارف مدى قوة المواجهة. وأكد معلول أن التتويج بلقب السوبر هيكون دافع كبير للفريق في المباريات اللي جاية، خاصة في ظل المنافسات القوية في الدوري وإفريقيا. وليد الكارتي لاعب افريقيا بيراميدز وجه رساله شكر لزملائي في الفريق على مجهودهم في مواجهه السوبر المصري امام النادي الاهلي، وقال الكارتي: اهدرنا الكثير من الفرص في المباراه، واجهنا خصم كبير زي الاهلي وكانت تجربه جيده لنا. الكارتي كمان قال ان في الوقت القادم هنكون حريصين اكتر من كده، وبهني لاعبه بيراميدز على اجتهادهم واللي جاي هيكون افضل باذن الله. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن أندية الدوري هتحتفل النهاردة في مباريات الجولة 35 بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في كنيسة ويستمنستر، وده هيكون في لندن. ونشرت الرابطة بيان رسمي أكدت فيه أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هتحتفل بالمناسبة التاريخية قبل مبارياتها في الجولة 35. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. ولسه كلامنا عن رياضه ما خلصش، والنادي الاهلي توج امبارح بكاس السوبر المصري للمره 13 في تاريخه بعد ما فاز على بيراميدز في النهائي بهدف. وجه جون الاهلي عن طريق ضربه جزاء احرزها علي معلول. طبعا الفريقين امبارح قدموا مباراه كويسه جدا، الكره كانت رايحه جايه، فترات بيراميدز بيسيطر، فترات الاهلي بيسيطر، لكن في النهايه بيراميدز بالفعل كان قريب جدا من مرمى الاهلي. محمد شناوي كان متالق جدا امبارح، حافظ على شباكه نظيفه خلال احداث المباراه. تفاصيل اكتر عن هذه المباراه وفوز النادي الاهلي بهذه البطوله هنعرفها من ضيفنا في الاستوديو سعيد علي الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا سعيد. صباح النور عليك، اهلا بيك. يا اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك. يا اهلا. في البدايه عايزين نظره منك سريعه كده على احداث المباراه بالامس. يمكن هي كانت مباراه قويه جدا، بتعبر عن افضل فريقين في الكره المصريه في الفتره الاخيره، بتعبر عن اثنين من المدربين الكبار جدا جدا اللي قدموا جيم خططي قوي للغايه، فيها نديه وتكافؤ كبير. يمكن انت اتكلمت عن ان كان بيراميدز في اوقات كتير قريب جدا جدا من الفوز، فكانت بالفعل هي مباراه سوبر ما بين فريقين جودتهم عاليه جدا. في النهايه قدر الطرف الاكثر رغبه في الفوز، الاكثر قتاليه على الانتصار، في انه يتوج باستحقاق وبجداره كبيره جدا. النادي الاهلي كان احق بالانتصار، لكن في النهايه زي ما انت قلت هي فعلا مباراه تليق بفكره السوبر المصري. طيب كولر وباتشيكو الاثنين كل واحد فيهم غير طريقه اللعب اكثر من مره خلال المباراه، شايف النقطه دي ازاي؟ وشايف مين الاهلي ولا بيراميدز اللي استفاد اكتر من الموضوع ده؟ يمكن كان الالتزام الكبير من اللاعبين بتنفيذ افكار المدراء الفنيين من البدايه، والحرص الشديد عند الطرفين ان هو ما يفتحش مساحات وان هو يتقدم بشكل فيه مغامره او مقامره، هو اللي دفع
كلاهم طوال المباراة ان هم يبدل ويستبدل عشان بيبحث عن حلول. شفنا النادي الاهلي غير من طريقة تحضيره وخروجه بالكرة في اكتر من مرة، ثم عملية تطوير الهجوم ايضا برضو بدلها في الجزء الاخير من المباراة، ده لان كان بيجد صعوبات كتير جدا في انه يخلق الفرصة او يلاقي المساحة. فبالتالي فكرة ان التركيز الكامل من اللاعبين والحرص الشديد عند الاثنين المدربين في اختيار الطرق اللي بيدافع من خلالها اكثر من البحث عن الهجوم والبحث عن المغامره، هو اللي ادى لتغيير طرق اللعب بشكل كتير. لكن اقدر اقول ان النادي الاهلي استفاد اكتر لان مارسيل كولر كان مخطط اكتر افضل من باتشيكو. يمكن باتشيكو رمى كل اوراقه او اقوى لاعبين عنده من البدايه، فبالتالي لما المباراه هربت منه شويه ما عرفش يرجع فيها. لكن كولر كان عنده وعي وكان مأجل الحسم للثلث الاخير من المباراه، عشان كده كان محتفظ بثلاث اوراق مهمه جدا كهربا يمكن ابرزها علشان يختم المباراه بشكل كويس. وبالفعل شفنا قد ايه كهربا وحسين الشحات اضافوا كتير جدا لهجوم النادي الاهلي وطوروا من الاداء، وكان الحسم من خلالهم ومن خلال كهربا بالتحديد اللي حصل على ضربه جزاء. طيب وانت بتتكلم عن التغييرات دلوقتي، شايف ان نزول كهربا في هذا التوقيت كان الانسب ولا كان المفروض يبتدي بيه المباراه؟ يمكن من مباراه الرجاء الاخيره في العموم تقدر تقول كهربا افضل انه يلعب، لكن في مباراه الرجاء الاخيره في الاياب في المغرب كهربا كان واضح انه مرهق، واضح انه مش في افضل حاله بدنيه. فبالتالي بالمناسبه كان كده فبالتالي بشوف انه انك تاجله للثلث الاخير من المباراه كان السيناريو الانسب، وخاصه انك هتلاقي دفاع المنافس مرهق، هتلاقي المساحات ظهرت اكتر. وده بالفعل السيناريو اللي رسمه كولر ولقاه بالظبط. وعي وذكاء كبير جدا عند كهربا في اختيار المكان واختيار توقيت استقبال التمريره الطوليه، استغل اخطاء دفاعيه من احمد سامي وعلي جبر، ويمكن هي اخطاء مكشوفه للكل من بدري. اي حد يقدر يقول لك ان بطء الاثنين قلبين الدفاع لو لعبت عليهم تقدر تحقق الفرق. انا معاك، هو ذكاء منه ضربه الجزاء دي، ذكاء منه ذكاء شديد جدا، لكنه في النهايه ما اداش الاداء بالفعل احنا متعودين عليه من كهربا بالزبط. واحنا شفنا اكتر من كوره كانت بامكانه هو يشوط على طول ويحرز منها هدف بالزبط. يعني تردد مره وكره ثانيه اللي هي سندها كان في انانيه برضو في بعض الاوقات. هو مش في افضل حاله بدنيه زي ما قلت لك، بدنيه ولا نفسيه بس لا بدنيه لا لا بدنيه. كهربا كان مرهق جدا في ماتش الرجاء الاخير، كان واضح ان هو مش قادر يجري، ما بيطلبش الكره كتير، تم استبداله بدري شوية، فكان واضح أنه مرهق. ويمكن أنا كنت متابع استعدادات فريق الأهلي قبلها بثلاث أربع أيام، كنت شايف وكان عندي معلومة أن بالفعل أن كهربا بنسبة كبيرة جدا مش هيبدأ المباراة، لأن مفيش جاهزية كاملة بدنية، وأن كولر بيفكر أنه يدخره للجزء الأخير من المباراة، وده فعلا اللي حصل. إنما نفسيا لا، نفسيا كهربا بيعيش أجمل فترات حياته، وهو جدد عقده مع النادي الاهلي قبل المباراه بايام قليله جدا، ازمته محلوله. بيحقق هو الهداف الاول في النادي الاهلي، الراجل رجع منتخب مصر في الفترات الاخيره، فبالتالي هو معنويا بيعيش حاله جيده جدا جدا، وبيجني او بيؤتي ثمارها في الفتره الاخيره. شايف مين من لعيبه ان كان الاهلي او بيراميدز اللي ما اداش دوره بشكل جيد، او خلينا نسال السؤال بشكل تاني، كان عنده اكتر يقدمه؟ خلينا اقول خط هجوم بيراميدز بالكامل، هجوم بيراميدز بالكامل كلهم لعيبه بيمتلكوا مقاومات عاليه جدا، يعني ابراهيم عادل ورمضان صبحي ولقاي. خط الدفاع كان قوي جدا. لا خط الدفاع يعني هو كان بيقدم مباراه جيده، لكن برده عنده نفس الاخطاء اللي هو بطء. هم معروف علي جبر واحمد سامي عندهم بطء شديد جدا، فاللي انت تلعب وراهم في المساحه الاهلي اتاخر فيها كتير. لما كهربا نزل كشفهم، كشف الثغره دي وكشف العيب ده واستغل ده. لكن انا ليه بقول هجوم بيراميدز؟ لان هجوم بيراميدز احنا بنتكلم عن ابراهيم عادل ورمضان صبحي، ربما هما الاثنين الافضل في مراكزهم في مصر، يعني كاسماء وكقيمه وكامكانيات هم الافضل، وهم القيمه التسويقيه الاعلى في المراكز دي في الكره المصريه، ومع ذلك ما بيقدموش المردود المنتظر منهم. يقدروا يستحوذوا ويقدروا يتحكموا في الريتم ويقدروا يديك كل الانطباع اللي يخليك تحس انهم الطرف الافضل، لكن في النهايه بلا اي فعاليه او جدوى. انت فين قدرتك على المرمى؟ انت فين انتاجك؟ طيب ليه بترجع لان الشغل على الجانب ده قليل، التطور في الحته دي محدود جدا جدا. الفطره ايضا في جانب الانهاء والفينش بيبقى جزء منه فطري وموهبه زي عند كهربا، وجزء منه انت بتشتغل عليه. فيا رمضان صبحي من بدري قوي كان بيعاني في النقطه دي، مع رينيه فايلر في النادي الاهلي عالجها بشكل كبير، وبدا يقربه اكتر من المرمى وبدا يشتغل على الانهاء. انما في بيراميدز مع فقدان الثقه في نفسه ومع حاله الارتباك اللي بيصاب بيها في كل مره يلاقي نفسه بيواجه فيها النادي الاهلي وبيبقى محاصر بجمهور النادي الاهلي،
بنشوف نسخه ارضى من رمضان صبحي ونسخه اسوا من النسخه المعتاده بتاعته. فبالتالي هجوم بيراميدز كان مفتقد ان هو فكره ابراهيم عادل كمان ابراهيم عادل لعيب ممتاز على فكره جدا جدا وكان في تقارير كتيره جدا بتتكلم عنه الفتره. وبالمناسبه خروج ابراهيم عادل كان ازمه, يعني خروج ابراهيم عادل خلق ازمه عند بيراميدز خاصه في الجوانب الدفاعيه, لانه كان ملتزم جدا بالعوده طوال الوقت وكان بيعمل الكثافه العدديه في نص الملعب, وهجوميا كان بيعمل التحول بشكل كويس جدا, هو بياخد كره وبيطلع وبيعمل المراوغه ويكسب واحد على واحد, عملها اكتر من مره كان كويس جدا فيها. لكن ما زلت برده بقرر واقول انتاجهم فعاليتهم على المرمى قليله, يمكن ابراهيم عادل اعلى من رمضان صبحي فيها, ابراهيم عادل اعلى من رمضان صبحي بكتير في فكره الانهاء. لكن لو مهاجمين بيراميدز عندهم القدره على الانهاء اعتقد ان كان يقدروا ينهوا من الشوط الاول او من بدري شويه. فخر لقاي في اكتر من فرصه كانت سهله شويه قدام المرمى كان المفروض يبقى فينش افضل. لكن خلينا نرجع برده الفضل والسبب لتألق محمد الشناوي اللي قدم مباراه يوم مش عادي, يعني يوم من الايام كده لما تيجي بعد اعتزال محمد الشناوي تفتكر له اربع خمس مباريات دي واحده منهم هتبقى في المقدمه, لان قدم مباراه مثاليه صحيح. يعني ما قدمهاش من زمان قوي ونقدر نقول ان ينسب الفضل ليه اولا قبل كل لعيب الاهلي في تحقيق هذه البطوله. دايما مباراه الاهلي وبيراميدز معروفه ان هي بتبقى مباراه حماسيه قوي, واحنا شفنا في بدايه الماتش كان ماشي كويس جدا وكان فيه التحامات وكان فيه قوه صحيح. لكن ما كانش فيه انفعالات زي ده, مجرد ما جه الهدف بدأنا نشوف انفعالات زايده من الطرفين. الحقيقه التنافسيه الشديده ما بين الاهلي وبيراميدز تخليك تتوقع سلوكيات زي دي. ربما كان في انفعالات مبالغ فيها بعض الشيء, لكنها وارده في 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 مباريات فيها الشده دي, خاصه ان الفريقين مضغوطين قوي في الفتره الاخيره. بيراميدز مضغوط معنويا بسبب الهزايم المتتاليه اللي تعرض ليها وخروجه من الكونفدراليه الافريقيه وخسارته نهائي كاس مصر واتجاهات الاداره لتخفيض رواتب اللاعبين واتجاهات الاداره لبيع بعض اللاعبين, كل هذه العوامل مخليه اللعيبه مضغوطه في بيراميدز. وكذلك لعيب النادي الاهلي يعني محمد الشناوي في الفترات الاخيره مستواه تراجع, فاصبح عليه ضغوط بكونه القائد, كونه حارس مصر الاول وحارس المنتخب المصري, فهو شاعر بانه عليه ضغوط كتيره جدا ومسؤوليته تجاه زمايله كقائد للفريق, واكتر من لاعب برده بيعيشوا حاله الضغط ديت في ظل التنافسيه الشديده في كل البطولات. فاعتقد انه كان متوقع, خاصه في يعني وانت محاصر بهذا الكم من الجمهور والهتافات, فربما ده بيشعل الحماسه اكتر. لكن انا متاكد ان في لعيبه من اللي تشابكت في مباراه الامس لما يقعدوا يشوفوا نفسهم من تاني هيزعلوا من نفسهم وهيتضايقوا, لانهم حتى الموقف بسيط بتاع شيء يعني مش مستاهل العصبيه, لان هم سلوكياتهم عاليه جدا جدا, وهم ناس يعني قادرين يبقوا يتحملوا مسؤوليتهم كشخصيات عامه وكلاعبين مؤثرين, انما دي بتحصل في اوقات كتير. انا عايز اقول ان الشيبي للامانه يعني بدون تحامل هو من بدايه المباراه منفعل جدا. وليه منفعل جدا؟ يعني ممكن ربما هو بيشوف ان مباراه الاهلي هي المباراه او الواجهه اللي بيقدر يقدم سلعته وبضاعته سواء للاهلي او للزمالك او للخليج او او او, فهو كان منفعل زياده, وهو يمكن عشان موسمه الاول هنا في الكره المصريه فبيستغل مناسبه زي دي عشان بيعرض بضاعته بشكل اكبر, لكن ده خلاه دايما في خناقات في شد وجذب, فده اللي خلف تراكمات عند لعيبه الاهلي, فلما حصل الاشتباك كان في انفجار. يعني اتمنى زي ما انت قلت لما يرجعوا يشوفوا الموقف ده تاني يتفرجوا عليه, يعني زي ما انت قلت اكيد هيراجعوا نفسهم صحيح. لانه أكيد. تاني احنا بنقول احنا في الاخر بنمثل مصر, كان بيراميدز او الاهلي احنا بنمثل مصر, فهم شخصيات عامه بشكل عام فما ينفعش يعني بالظبط. وفي طفره حاصله مخليه شكلنا افضل, يعني احنا بعيدا عن الاهلي والزمالك كان من الصعب ان انت تلاقي فرقه تعمل مع الاهلي هذا التكافؤ وهذه النديه الشديده, هو الماتش رايح طول الوقت و120 دقيقه في شهر واحد في نهائي الكاس وفي نهائي وفي مباراه السوبر, فدي النديه كانت غايبه عن الكره صحيح. المصريه الماتش كانت فنياته عاليه في البدايه بالظبط, كانت عاليه جدا, وانت في اي وقت ما تعرفش مين الطرف اللي عنده المبادره, مين الطرف اللي عنده الافضليه, مين الطرف اللي قادر يسجل, الاثنين في اي وقت يقدروا يعملوا ده. وفي شغل خططي عالي قوي زي ما انت قلت في البدايه يا استاذه, تغييرات حصلت في الشكل الخططي كتيره جدا صحيح. ليه؟ لان في جيم صعب, في اتنين كوتش واقفين على الخط بيعملوا شغل مهم جدا جدا, فاحنا حقيقي يعني احنا نتفاخر بان احنا عندنا الشغل ده والجوده دي في مباراه الامس, يعني ده شيء تبني عليه وده شيء تشتغل عليه, بعيدا بقى عن كتير من المباريات اللي احنا بنشوف فيها العشوائيه, ما بنشوفش فيها التكتيك, بنشوف فيها الارتجاليه, بنشوف فيها الاعتماد على الفرديات, لكن لا احنا كنا قدام جيم يدرس, جيم تستفيد منه, فدي حقيقي حاجه احنا نتفاخر بيها ونبني عليها ونشتغل عليها. والجوانب السلبيه زي ما انت اتكلمت عنها دي نعالجها ونبص عليها بشكل ايجابي. طيب سعيد, انت قلت حاجه مهمه وانت بتتكلم, قلت ان احنا عندنا اساس نقدر نبني عليه,
شايف انه ان كان كولر او باتشيكو ايه المفروض يبنوا عليه؟ احنا عارفين الاهلي عنده ازمه في الهجوم او مهاجمين، وكنا برضو بنتكلم انه باتشيكو عنده كمان ازمه. تمام، ايه اللي المفروض الاثنين يبنوا، ايه الحاجه المفروض يشتغلوا عليها الفتره الجايه عشان نبني على الشغل اللي حاصل؟ اولا احنا محتاجين عند ادارات الاهلي وبيراميدز العمل حول المشروع، بلاش المحاسبه قطع بالقطع. يعني انا بقول من دلوقتي، مارسيل كولر فاز بدوري ابطال افريقيا او لم يفز بدوري ابطال افريقيا، هو راجل قدم براهين ودلائل على انه صاحب فكر خططي عالي جدا، فيجب دعمه باي ظرف، يعني تحت اي ظرف من الظروف ومع اي نتيجه لازم تدعم مشروعه ولازم تمده بالنواقص. نادي الاهلي لما نتكلم عن نواقص فنيه عنده نواقص كتير، النتائج الجيده دي وراءها الفكر الخططي، انما لا، في مراكز كتير واقعه، في اماكن كتير فيها مشاكل. النادي الاهلي محتاج مهاجم، النادي الاهلي وقال على فكره من فتره صحيح ورجع امبارح قال بعد ما جربت قال لك اللعيبه، يعني هو بيرفع من معنويات لعيبته، لكن ده لا يخفي ان الاهلي عنده نواقص، الاهلي محتاج المهاجم، الاهلي لسه محتاج جناح سوبر، لعيب بيعرف يعمل فرق كبير، الاهلي لا يمتلك في مركز الجناحين غير حسين الشحات فقط، وحسين الشحات 33 سنه يعني لاعب كبير مش صغير، فبالتالي الاهلي لسه محتاج. وفي اماكن ثانيه لو عندنا فرصه ثانيه كنا نشرح بشكل اكثر تفصيلا، الاهلي لسه محتاج، لكن الاهم ان الاداره تؤمن بالمشروع ده، باهميه المشروع، لان احنا طول الوقت بيتسو موسيماني حقق 2 دوري ابطال افريقيا، لكن كان عنده مشاكل ان هو بيتحاسب ان انت بتخسر فانت سيء، انت كسبت يبقى انت كويس. صحيح. لكن فين التخطيط الاستراتيجي؟ صحيح. هو اللي غايب عندنا في اخر 5 سنين في الكوره المصريه، في كل مكان، اهلي، زمالك، بيراميدز، اتحاد كوره، في كل حته مفيش فكر استراتيجي، مفيش تخطيط حسب كل مباراه، يا اما حسب مباراه تطلع بالمدرب واللعيبه السما، السوشيال ميديا عاليه فين او تنزلهم سابع ارض بالظبط، السوشيال ميديا عاليه في انهي اتجاه، فاحنا بنروح وراها وبنرضخ ليها وهي اللي بتحكمنا وبتقودنا. لكن لو ما كانش النادي الاهلي اولا بنجاحاته الحاليه وانتصاراته المتتاليه وبقوته وبشعبيته وبامكانياته الماليه قادر على ان هو يتبنى المشروع ويدعمه ويواجه اي تحديات، فمفيش امل في حد تاني. يعني لو فريق بهذه الملكات والامكانيات والثوابت دي مش قادر يبني مشروع وهيرضخ للضغوط الجماهيريه والاعلاميه والسوشيال، يبقى خلاص عليه العوض. هو دايما احنا بنقول النادي الاهلي نقطه الانطلاق لانه المؤسسه الرياضيه الاقوى في مصر، دايما هي بتبقى بدايه الانطلاق، وبتستند في ده لجماهيريتها الكبيره والعريضه جدا اللي بتنجح اي مشروع. فاتمنى من النادي الاهلي ان الفتره اللي جايه يكون شغله شاغل على المشروع، مش معنى ان انا النهارده فزت بدوري ابطال افريقيا فخلاص احنا نلم الدنيا مع كولر صفقه او صفقتين وشوف احسن الوحشين ونجيبه. ازاي؟ الاهلي في السنين الاخيره دايما بيدور على احسن لعيبه في الدوري المصري وهاتها، رغم ان جودتهم قليله ورغم ان النادي الاهلي قادر يجيب صفقات محترفين قويه جدا كانت تبدل حال وشكل الفريق. يعني مثلا عدد من اللعيبه اللي النادي الاهلي فشل في ضمها، يوسف بليلي، سفيان رحيمي، محمد بن رمضان الترجي التونسي، في اكتر من عنصر لو دخل النادي الاهلي في اخر سنتين ما كانش الاهلي حصل له التذبذب. هو ليه الاهلي شويه فوق وشويه تحت؟ ده التذبذب. طيب اللي انت بتقول ناشئين الاهلي، لا ناشئين الاهلي دي قصه ثانيه كبيره. ناشئين الاهلي دي قصه ثانيه كبيره، انت بتتكلم على ان احنا مفتقدين لفكره التخطيط على المستوى اللي فوق اللي هو متشاف اللي هو انت بتتحاسب عليه، فما بالك في الحته المتغميه. الحته المتغميه اول ما تدخل فيها هتلاقي 7-8 اولاد لاعبين سابقين، وهتلاقي تعيين لاعبين مش عارف، هتلاقي قصص كتير قوي، ده موضوع كبير. موضوع كبير بلاش ندخله دلوقتي. طيب عظيم، واحنا بنتكلم على المباراه بيراميدز، يعني خلينا نقول انهار بدنيا بعد دقيقه 60 تقريبا، بيجي له لحظات كده استفاقه سريعه كده، يا دوب هجمه او هجمتين ويرجع تاني. سبب الانهيار البدني ده كان ايه؟ اولا بيراميدز عائد من رحله في جنوب افريقيا، رحله شاقه جدا جدا جدا، السفر في وقت ضيق مرتين الى من والى جنوب افريقيا ثم الى الامارات، ده كان له اثر على لعيبه بيراميدز. كمان هم قدموا مباراه في اياب الكونفدراليه الافريقيه، كانت مباراه صعبه جدا جدا وبذلوا فيها جهد كبير بدني، فكان متوقع ان بيراميدز في الجزء الاخير من المباراه انه يتراجع بدنيا، وده اللي خلى كولر زي ما احنا قلنا احتفظ باوراقه ويحسب او يؤخذ على باتشيكو انه رغم ان عارف ان فرقته مرهقه وعارف ان فريقه هيواجه في الثلث الاخير من المباراه مشاكل، ما احتفظش ببعض الاوراق. يعني انا كنت اظن ان ابراهيم عادل، تاجيل ورقه ابراهيم عادل لنهايه المباراه كانت تلعب دور مهم جدا جدا في الاوقات اللي ظهرت فيها المساحات واللي كانت بتحصل فيها واللي بيراميدز ضغط فيها بشكل قوي وهاجم بكثافه كبيره، كان وجود ابراهيم عادل يفرق كتير جدا. عشان كده انا بقول في النهايه انتصر
المدرب اللي خطط افضل، انتصرت اللعيبه اللي قتلت على الكوره اكتر، انتصر اللاعب الاذكى امام المرمى، فبالتالي هي كانت مباراه نتيجتها ومردودها في النهايه للطرف الاحق، بخلاف اللي قاله تشيهو في المؤتمر الحقيقه واللي بختلف معاه جدا بعد المباراه لما قال ان يعني اتهم التحكيم بمجامله الاهلي، وده طبعا يعني محاوله للهروب من فشل، لانه تخرج من بطوله ورا الثانيه ورا الثانيه، فانت بتحاول تلعب على وتر معين. مع ان عنده حجته كمان بالمناسبه، يعني اتبلغ متاخر ان هو هيشارك فما لحقش يستعد، فعنده يعني عنده حجته. مفيش مشاكل، بس انت يعني. بس احنا خلينا نقول، هل انت باتشيكو عملت شغلك الخططي بشكل سليم 100%؟ هل لعبتك قامت بادوارها كامله بشكل سليم؟ هل علي جبر واحمد سامي دفعوا قتلوا قدام مرماهم زي ما حمدي فتحي بيرمي روحه قدام وليد الكارتي على الست يارد عشان الكره ما تدخلش هدف؟ هل احمد الشناوي عندك زي محمد الشناوي في تصدياته؟ هتلاقي عندك المشاكل في طريقه اعدادك انت، في خطتك، في طريقه اداء لاعبيك اولا، هي في النهايه اللي ادت ده. وخلينا اقول لك ان لو الاهلي ما سجلش من ركله الجزاء الاهلي كان هيسجل، الاهلي كان كده كده هيسجل، كان مجرد وقت وهيسجل، فبالتالي الاهلي فوزه بالسوبر عن جداره واستحقاق. يعني على اي حال احنا بنتمنى التوفيق طبعا لكل الانديه المصريه، ونتمنى ان احنا يكون عندنا نديه بين كل الانديه، لان ده بيقوي شكل الكره المصريه. صحيح. بشكل عام انا بشكرك جزيل الشكر طبعا ناقد رياضي ليك. سعيد علي، نورتنا في صباح الخير. شكرا ليك. شكرا ليك. مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال مشاركته في مراسم التتويج، سوف ينقل مدبولي تهنئة الرئيس السيسي إلى الملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة. وكان مدبولي قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في الحدث الأكبر بالمملكة المتحدة منذ 70 عاما. يتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا اليوم في أكبر احتفال رسمي تشهد بريطانيا منذ 70 عاما، وسيتم تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة ويستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي 1000 عام. تولى تشارلز العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن 74 أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن 14 في كنيسة ويستمنستر في لندن. تنطلق اليوم محادثات أولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة. وفي بيان مشترك، حثت السعودية والولايات المتحدة كلا الطرفين على انخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة الطريق لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. وميدانيا، قالت القيادة العامة للجيش السوداني إن جميع الولايات تشهد استقرارا أمنيا عدا بعض الأجزاء في العاصمة الخرطوم. واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بخرق الهدنة القائمة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الخروقات تمثلت في استمرار عمليات القصف العشوائي بعدد من المناطق. كما اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالتعدي على مقار البعثات الدبلوماسية بالبلاد، من بينها مقر الملحقية العسكرية لسفارة السعودية ومقر سفارة تشاد في الخرطوم.
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري. يأتي ذلك قبل يوم من عقد دورتين غير عاديتين لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، على أن تكون الدورة الأولى مخصصة لمناقشة تطورات الأزمة السورية، فيما تكون الدورة الثانية مخصصة لتطورات الأوضاع في السودان. التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع وفد مجلس النواب الأمريكي لمناقشة الوضع بمحطة زابوريجيا النووية واتفاق تصدير الحبوب. وخلال اللقاء اعتبر الرئيس الأوكراني زيارة الوفد الأمريكي لأوكرانيا إشارة قوية لدعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، مشيرا إلى أن استمرار المساعدات هو ضمان لنجاح بلاده في التصدي للجيش الروسي الذي استأنف إطلاق الصواريخ الثقيلة. قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه أوضح آراء بريطانيا بخصوص هونغ كونغ وشينجيانغ وتايوان في اجتماع مع نائب الرئيس الصيني هان تشينج خلال زيارته إلى لندن لحضور حفل تتويج الملك تشارلز. وأضاف كليفرلي عبر تويتر أنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني العمل المشترك بخصوص تغير المناخ والعلاقات الاقتصادية والروابط بين شعبي البلدين. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. زي ما قلنا لحضراتكم بنأكد عليكم دائما احنا دائما هنكون في متابعة مستمرة لجلسات الحوار الوطني. فعاليات مهمة جدا شهدتها جلسات الحوار الوطني او الجلسة الافتتاحية تحديدا لهذا الحوار بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، كل دليل التوافق على اهم القضايا اللي هي مرتبطة بمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. صحيح يا شاذلي، اعتقد كمان انه في اهتمام كبير جدا بالمحور المجتمعي وطرح الافكار والرؤى الخاصه بقضايا التعليم، الصحه، الثقافه والشباب، ملفات كتير جدا محتاجين نتكلم عليها مع الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. صباح الخير لحضرتك يا فندم، منورنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ ناجي. صباح الخير يا استاذ. طيب استاذ ناجي، طبعا من المعروف ان جلسات الحوار الوطني مهتمة بكل التفاصيل، بكل ما يخص الوطن وكل ما يخص المواطن، وزي ما شفنا تساؤلات المواطنين أخذت في الاعتبار، اقتراحاتهم، كل ده عامل حالة في الشارع المصري، وحالة كمان ده بينعكس بكل تأكيد على القائمين على الحوار الوطني. هي حالة غير مسبوقة. يعني أنا حضرت حوارات من 82 حتى 2007. كان أول حوار ده علي الرئيس مبارك 82، واخر حوار كان في مجلس الشورى برئاسه السيد صفوي الشريف رحمه الله سنه 2007. كانت الحوارات حول موضوع واحد، وممكن تقول لها حوارات اليوم الواحد. انما هذا الحوار قعد جلسات تحضيريه لبناء الثقه بين المتحاورين سنه كامله. وكانت بناء الثقه كان مهم جدا، لان كان في توجس وكان في شكوك من الطرفين. فاستطاع السيد ديار اشوان ان هو من خلال سنه، وبرغم ان سنه طويله، لما ما ضغطش هباء، لان الجلسه الافتتاحيه للحوار كانت اقصى من رائعه. يعني كانت مش جلسه افتتاحيه، كانت احتفاليه بنقدمها للعالم، على ان الجماعه المصريه موجوده اهي. الجماعه المصريه بكل ثراها، بكل تنوعها، بكل اطيافها الفكريه، بكل اختلافاتها، موجوده النهارده علشان تفكر في حاضر ومستقبل البلاد. ده كان انجاز جيد. ثم كان الانجاز الاخر عن غيره، بقول لك حاله غير مسبوقه عن الحوارات السابقه، ان هو محاور ثلاثه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، دي كل محاور الحياه العامه في مصر. والمحاور السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اتقسموا سياسيه خمس لجان، الاقتصاديه 8 لجان، الاجتماعيه 6 لجان، 19 لجنه. عشان نلاقي نفسهم اتفرعوا الى 113 قضيه. لو انت قعدت، انا كده كرئيس حزب، انا بعمل في العمل السياسي من سنه 1979، لو قعدت افكر هل في قضيه من القضايا لم تطرح في هذه المحاور؟ لا. انا شخصيا كحزب الجيل انا عملت برنامج جديد النهارده في هذا الحوار. انا برنامجي طلع سنه 2000، برنامج نظري عملته حسب قانون الاحزاب ما بيقول. التجديد الفعلي للبرنامج هو في السنه دي، لان مطلوب مني بقى اناقش 113 قضيه من خلال قضيه حزب فنيه وسياسيه، واقدم رؤى قابله للحلول. بقيت عملت برنامج عملي جديد لحزب الجيل.
وقدمته للمناسق العام والاداره الفنيه ومتمثله في المستشار محمود الشريف وجددناها بقى. هنا نجددها ليه؟ لان عملنا التيار الاصلاحي الحر في اربع حزام معايا، كل حزب من الاحزاب الاربعه عمل برضه رؤاه، وقعدنا بقى عشان نتفق ان نتوافق على رؤيه موحده نقدمها لل شوف بقى عندها جديدة الاحزاب كلها، يعني دي مش هي بس مش حروطني، ده حاله بعث جديد للحي الحزبيه المصريه. صحيح. اللي استغلها الاحزاب اللي استغلوا هذه الفرصه ولموا كوادرهم وخاصه كوادرهم العلميه، وانت عارف ان كل احزاب لها كوادر في قلب الدوله، كوادرهم العلميه في قلب الدوله جم بكل معلوماتهم اللي عندهم، وعملنا دراسات جديده، ثم عدنا بقى نعمل ورش عمل وكان احنا بندربهم كمان، يعني بقى تاهيل للكوادر الحزبيه ايضا. فهي حاله غير مسبوقه، وانا اعتقد ان الجلسه الافتتاحيه الاولى بما حدث بيها من تساؤلات السيد عمرو موسى باللي طرحه الدكتور حسام بدراوي، حتى باللي طرحه المهندس فريد زهران لما كان هي غصب عني، باللي احنا طرحناه احنا في الجلسه الختاميه، يقول لك ان ده يبقى مسار الحوار، ان الكل يبدي رايه حتى لو تعارض مع بعض، ولكن المصلحه العامه الهدف الاول لازم يكون في اختلافات. صحيح. الهدف الاول الاسمى هو مصلحه الوطن، ونقدم مخرجات قابله للتنفيذ، سواء كانت بقى مخرجات تبقى قرارات تنفيذيه او قرارات او تعديلات تشريعيه. ورساله الرئيس في الجلسه الافتتاحيه كانت شديده الاهميه، لان الرئيس حطنا قدام مسؤوليتنا لما قال اقتحم المشاكل. معنى اقتحام المشاكل احنا مش هنهزر، مش يبقى عند واحد يعني ما فيش خطوط حمراء، ما فيش كلام مسكوت عنه، ده قالك الرئيس نفسه قالك اقتحم المشاكل وبقى في خلاف بينكم بس من لا تختلفوا. ده كان توصيه الرئيس في كلماته المحدوده القويه في الجلسه الافتتاحيه. انا عايز اقول لحضرتك إن, ان 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 الجلسه الافتتاحيه هي بتديك مسار الجلسات الفرعيه المنبثقة عن المحاور الثلاث في المستقبل. طيب ده يخلينا بقى نسال حضرتك بشكل يعني اقرب لايجابيات الجلسه الاولى للحوار الوطني، حتى الان حضرتك شايف ايه الايجابيات او ايه مخرجات هذه الجلسه الاولى؟ مصر وكلك موجودة، اللي هي ألقمت حجرا للذين كانوا بيشككوا واللي دعوا البعض للانسحاب، واللي كانوا بيشككوا ان الحوار لن يكون حرا او سوف تفرض على المتحاورين وجهة نظر مسبقة. الجلسة الأولى قالت لا، ده كلام كان مسكوت عنه ولا يمكن يتقال في مؤتمر في حفل رسمي، اتقال اللي حاضرين كلهم أكثر يسار وأكثر يمين ويمين الوسط، كل طوائف الشعب المصري كانت حاضره. صحيح. بكل يعني مراحلهم العمريه، جيل اللي هو فوق ال 70 حاضر، اللي فوق ال 60 حاضر، اللي فوق ال 50 حاضر، لحد جيل الشباب. السيدات والانسات. فكانت مصر كلها حاضره. ده يقول لك ان الرد العملي على الهؤلاء الذين كانوا بيزايدوا على الحوار لن يؤتي ثماره، وان الحوار ديت محاوله بس لتجميل وجه الحكم. الجلسه الافتتاحيه قالت لهم لا، الحوار حقيقي، والحوار فيه دعوته مخلصه بان احنا نحاول يعني نمكن الوطن من التغلب على تحدياته. عظيم جدا. ونمكن الوطن من الشعب من التغلب على مشكلاته من خلال حلول سياسيه علميه. لان احنا شوف يا حضرتك، يعني انا راجل بشاف عامل سياسي بقى لي حوالي 47 سنه. كنت بعمل ايه؟ واقف في المؤتمرات العامه اخطب عشان اتسقف. الحوار مش بيبقى كده. حتى الحوارات السابقه كان كده. هذا الحوار ده هو تشابك بين رؤى مدروسه دراسه جيده، وبالتالي يبقى الصوت هادي رزين رصين، محاوله ان اقنع بوجهه نظري او الاخرين يقنعوني بوجهه نظرهم ونتوافق على وجهه نظر. مش التأثير هي الاصلح للبلد. مش التأثير زي ما حضرتك كنت بتقول كده بقوه الكلمه زي زمان، لا، المهم ان احنا نتفاهم مع بعض. طيب كان دايما في اهتمام من الدوله بالمحور الاقتصادي، سواء في مؤتمرات خاصة بالاقتصاد أو الاهتمام برجال الأعمال بالصناعة، كان ده اهتمام وده اهتمام معروف، لكن بدأنا نشوف اهتمام بالنواحي السياسية في البلد، والأهم كمان النواحي الاجتماعية، لأن لها تأثير كبير جدا في مختلف جوانب الحياة. احنا شفنا من المقترحات ما يزيد عن 34% من المقترحات اللي تم تقديمها في الجانب المجتمعي، أهمية الاهتمام بهذا الجانب. لا، أنت عارف المحور الاجتماعي، يعني المحورين الآخرين بيأثروا في الشعب، إنما المحور الاجتماعي هو الأكثر تأثيرا في الشعب. يعني لما نتكلم عن المدرسه المصريه وكيف يستعيد دورها، ده الشعب كله بيعاني منها. لما نتكلم عن الصحه وكيف نستعيد دور المستشفى العلاجي
واللي داخل فيها يكون يعني اللي خارج منها مولود ده يعني منها الشعب. لما نتكلم عن دور مراكز الشباب وكسور الثقافه ده الشعب اللي بيرتدها، وبالتالي المحور الاجتماعي هو الاكثر التصاقا بمطالب الشعب وبحياه الناس. لذلك كانت هو انقسم الى ست لجان، وبدايه نمره واحد فيها مدرسه التعليم والتعليم الفني والمدرسه المصريه، وبين التعليم والتعليم الفني حوالي 8 عناصر بتتكلم في التفصيلات. يعني انت يعني هو الناس سهروا على ان هم حتى تفصيلات التفصيلات يحطوها في عناصر كل لجنه فرعيه علشان نقدر نجاوب عليها. وانتهاء بالشباب، يعني تلاقي لجنه محور لجنه الشباب هي رقم 6 في محور الاجتماع. ما بين المدرسه المصريه النشء الجديد اللي لسه ده طالع، والشباب اللي هم عماد الامه. فتلاقي ان في هذا التنوع مطلوب، وخاصه ان زي ما الرئيس قال لك افتحوا المشاكل، يعني مش هيبقى في حلول غير نمطيه، حلول خارج الصندوق، الناس تتكلم بصراحه. وخاصه ان الرئيس وعد انه يحضر الجلسات الختاميه لهذا الحوار، وبالتالي ان انا 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 مفيش يعني مفيش حجه قدامنا. ان احنا علينا احنا رؤانا ديت ان يعني نجاهد من اجل ان احنا نقنع بها الاخرين، انا والاخرين، ونتوافق عليها ونرفعها، ولعل وعسى ان هذه الرؤى تجي تراها للتنفيذ، ونكون احنا عندنا اساسا مؤشر لانها تنفذ. لان حضرتك ان في معظم الاحزاب المصريه وانا منهم، انت عارف الدستور يعني 14 جعل الاشراف والقضاء على الانتخابات لمده 10 سنوات. 14 يعني انتهى 24. احنا طالبنا، احنا عندنا طبعا يعني انحياز واحترام شديد للقضاء المصري. يعني بعتبر ان احد العلامات الكبيره على نزاهه الانتخابات هو نشفع عليها القضاء المصري. احنا قدمنا واخرين قدموا ان احنا عايزين نمد الاشراف والقضاء على الانتخابات. لانه الدستور اتاح الدستور اجاز للهيئه الوطنيه للانتخابات انها تستعين بمن تراه. يعني ممكن تستعين بقضاء. انما في خلال 10 سنوات لابد يكون قضاء. بعد 10 سنوات هي حره. فاحنا طلبنا من الرئيس طلبنا احنا نعمل تعديل تشريعي على قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات بحيث ان احنا نمد الاشراف والقضاء. مجلس الامناء بقياده المستشار الدكتور رضا رشوان رفع المطلب ده للرئيس. الرئيس بالليل في صفحته وافق عليه. تاني يوم حوله للحكومه عشان ياخد الاجراءات عشان ياخد اجراءاتها لتعديل التشريع وتقدمه للبرلمان. فده مؤشر على ان ما يرفع من الحوار الوطني سوف يجد طريقه الى التنفيذ. طيب خلينا نستغل وجود حضرتك معانا يا استاذ ناجي كرئيس لحزب الجيل. حضرتك ذكرت انك في برنامج جديد تمادى واللاب، لو هنتكلم عن حزب الجيل تحديدا من خلال الاطروحات اللي قدمت في الحوار الوطني. خلينا نسال حضرتك من خلال حزب الجيل، حضرتك قلت ان في 113 قضيه تم تقديمها من خلالكم او تم طرحها من خلالكم. لو هنتكلم عن المحور المجتمعي تحديدا، اهم هذه القضايا اللي يعني قدمتوها كانت ايه، او اللي كنتوا مهتمين بمناقشتها كانت ايه؟ هو استعاده دور المدرسه المصريه. افندم، استعاده دور المدرسه المصريه واستعاده دور المستشفى في علاج الناس، ودات نقطتين الاسره المصريه بتنفق عليهم انفاق كبير. فلما نقول المدرسه المصريه نستعيدها، نستعيد دورها، ونستعيد دور المدرس صاحب الرساله. ايه مثلا ممكن نقدمه في المجال ده؟ لا في كتير. أنا زي أنا يعني على سبيل المثال انا عندي حلول غير تقليديه. انا مثلا اهم ما تعاني منه المدرسه المصريه هو ارتفاع الكثافه. ارتفاع كثافه الفصول. ممكن الفصل يصل ل 80 طالب و 90 طالب. تمام، الحل بتاعكم عباره عن وبلا وبلا تكلفه ماليه. الحل بتاعي، انا كنت عضو مجلس اعلى للتعليم سنه 86. تمام، يعني عندك خبره في المجال. وكنت مدير عام مدارس القوميه في العجوزه لمده 6 سنوات، ومدير عام المعاهد القوميه. وطبقت الكلام ده عندي في مدارسي اسمه بطوطوش. دي مدارس كانت اجنبيه، والرئيس عبد الناصر مصرها سنه 56 وبعبقريته عمل لها نظام تعاوني. ديرها نظام تعاوني، جمعيه تعاونيه لكل مدرسه خاصه، وجمعهم كلهم في جمعيه تعاونيه عامه تعليميه عامه. انا عملت، انا كنت بدخل الحصه عندي 7 صباحا. الطابور 7 ل 5. الحصه الساعه 8. بس بديها 6 ساعات. ما اليوم الدراسي الكامل في كل العالم في اكثر المدارس واكثر البلاد ده قدمها 6 ساعات. من 8:30 ل 2:30. طب انا لما ابدا المدرسه 7 صباحا هتخرج ال 6 ساعات يبقوا كام؟ واحده. واحده. طب اعمل مدرسه ثانيه الساعه 2. الساعه 8. فترتين يعني. لا مش فترتين.
مدرستين. اصل فترتين دي احنا كانت لها يعني لها تجربه مره عندنا ان احنا عملناها ايام التهجير وكانت المدرسه فيها ساعتين او ساعتين ونص مده الدراسه. لا دي لا امام مدرسه كامله وكانتون مدرستين مختلفتين ممكن يكون المدرسه الاولى الصباحيه ابتدائي والمسائيه اعدادي بنظام تدريس مختلف. ديت انا خدتها انها تبدا يوم كامل يعني انا حال المدرسه المصريه بتبدا 8 ونص تنتهي 2 ونص 6 ساعات. طب 2 ونص عامله ايه؟ مقفوله والباب واللي قاعد عليها. والان البلد بتعاني مشاكل ماليه ضخمه. انا في رفاهيه تفتح مدرسه نقفل فعلا. مدرستي 2 ونص لتاني يوم 7 الصبح. بس المدرسين طيب العماله يعني انا هيبقى في عندي فرصه بقى ان اعين مليون عامل مليون مدرس. دي فرصه انا عندي بطاله. انا عندي بطاله في خريج كليه التربيه. عندي بطاله في خريج كليه الاداب. عندي بطاله في خريج كليه علوم. وديت الكليات المؤهله للتدريس. طب انا عين من عين من مليون واحد. ووفرت انشاءات كمان يعني وفرت انشاءات وممكن نقلل الكثافه بقى الى 40 طالب مش 80. بس ده يتطلب بقى ايه؟ ان انا انتخب مدير المدرسه انتخاب جيد اختار اختيار جيد. المدرسه اداره. يعني مطلوب حاجه ومطلوب ان انا يبقى عندي المدرسه يتم ادارتها بشكل جيد يبقى فيها نظام رقابي جيد بحيث ان المدرسه تشعر ولي الامر وتشعر الطالب انها جديده. طب وحتى النظام الرقابي ده يا فندم محتاج برضو اليه يعني اللي هو ايه؟ فكره النظام الرقابي ده لازم يكون ليه اليه موحده. هو موجود بس مش مفعل. يعني نظام المفتش ده احنا انت يمكن كلنا شفناه اللي هو اصبح موجه بعد ذلك. موجود بس عايز يفعل. انما ده احنا بقى محتاج ايه تاني؟ محتاج ان المدرسه تبقى جاذبه للطلاب. يعني انا محتاج المدرسه ما تبقاش طارده للطلاب. الطالب يقوم من النوم وهو اللي بيلح على ولي امره يجي المدرسه. ازاي؟ لما امكنه من يمارس كل الانشطه بتاعته في المدرسه وكانها نادي. يوم امكنه يوم اجي على المدرسه تكتشف قدراته المختلفه كمان في ودي دور المدرسه تكتشف مكونات الطالب. وده سهل مش صعب. انا عندنا مدرسين تربيه فنيه ومدرسين التربيه الاجتماعيه ومدرسين التربيه الرياضيه كلهم مؤهلين للقيام بهذا الدور. بس انا محتاج ان يبقى لهم حصص. ما اهتمش بالمنهج بالماده العلميه. انا ما يهمنيش الماده العلميه. ما يهمنيش المنهج ولا تطويره. انا يهمني ان اخلق الطالب واكون شخصيه الطالب. صحيح. واجعل الطالب اشوف ميوله. نعم؟ اشوف ميوله. واشوف ميوله واكتشف الطالب بميله ايه. وبعد ذلك اقل منهج انا محتاجه. ما احنا حاليا ممكن واحد يقعد في التعليم 20 سنه ويتخرج من الكليه ويجي ويشتغل شغله ثانيه. صحيح. مش كده؟ وكتير مننا كده. فانا ما يهمنيش المنهج. المنهج اللي يجعلني اقدر اخلق شخصيه الطالب واعرفه على مكامن قوته وايه ده كويس قوي. وفي نفس الوقت لازم المنهج يكون منهج بيئي. يعني المنهج عايز يبقى متغيره. يعني المنهج التعليم في الصعيد خلاف منهج التعليم في بحري. منهج التعليم في سيناء خلاف منهج التعليم في مدن القناه. مناهج مختلفه. وده هيجعل فيه حيويه. ودي مش عايز انفاق كتير. ايه تقول لي انت هتوفر ميزانيه ازاي للمليون معلم؟ طب ما انا وفرت لك الفصول بتاعت تدريس بناء الفصول الجديده. بس في نهايه ايه؟ بس انت بشرط بقى ايه؟ بتحط شعار كبير التعليم مشروع مصري القومي الاكبر. عشان اوفر له. ده كلام جميل جدا. وعايز اقول لحضرتك ان دي حاجه تخلي الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا دلوقتي تثق اكتر في الحوار الوطني، تثق اكتر في اللي جاي. لانه لما الحوار الوطني يطرح مثلا مشكله زي مشكله كثافه الفصول على سبيل المثال، دي مشكله بسيطه من ضمن مشاكل كتيره. نعم. جدا. بس احنا بنتكلم دلوقتي عن تحقيق العداله الاجتماعيه ففي التعليم وفي الصحه وفي خلافه، دي حاجه مهمه جدا. احنا دلوقتي بنقول ان احنا مش هيبقى في كثافه فصول، وده دايما على فكره الناس كلها بتطالب بيه. يعني دي حاجه كلنا بنطالب بيها اصلا، ما يكونش في الكثافه الزايده في الفصول. فالحل بسيط جدا لكنه كان محتاج اعاده تفكير في وبسيدي. بس الحل متكامل. انا ايه؟ انا مش عايز طالب لحد ثالثه اعدادي ياخد واجب حل واجب في المدرسه. يطلع يمارس شغله في البيت. ما دام عنده دروس خصوصيه. فسيد المدرس مع ادي المعلم مرتب كافي. ده لما يتنفذ فعلا يا استاذ ناجي دي حاجه هتفرح الناس قوي. انا ارجو هذا يعني. ده احنا مع وعد من الرئيس ان هو هيحضر الجلسات الختاميه وانه هو يعني هينظر في كل ما يرفع اليه اذا كانت محتاجه قرارات تنفيذيه او تعديلات تشريعيه يعملها. بيدينا الامل في ان احنا ممكن نعمل بقى مش يعني ل 20 30، ده احنا ممكن نعمل رؤيه مصر 2050.
صحيح. ودي بقى نوع من الاستراتيجيه لمصر الجديده للجمهوريه الجديده. وده انا بتكلم باخلاص، انا مش عايز حاجه من الدنيا يعني، انا خلاص احنا رايحين يعني ربنا يديك الصحه ربنا يخليك. انما دي حقيقه احنا انت محتاجين لاول مره مصر كلها تجتمع على قلب رجل واحد من اجل رسم خارطه طريق لها. هذا المؤتمر بكل تجهيزاته الفنيه والمجهود اللي بذل فيه هو خريطه طريق جديده للجمهوريه الجديده. لسه ده كمان هيبان على مدار الايام اللي جايه. طب ده بالنسبه للمحور المتعلق بالتعليم، حضرتك برضو كان ليك اطروحه اخرى ليها علاقه بالصحه. طبعا. يعني انت عارف المستشفيات العامه دلوقتي حالا حدث ولا حرج، احنا عايزين نستعيدها. صح. اول مد مصدر التامين الصحي الى كل البلاد. مصدر التامين الصحي حاليا موجوده في مدن القناه وتحديدا في بورسعيد، احنا عايزين نمدها لكل انحاء الجمهوريه. وبعدين نطبق بقى النص الدستوري اللي بيقول لك ان التعليم والبحث العلمي له نسبه من الدخل القومي 4%، الصحه 3%، التعليم الجامعي 2%. نطبق هذه النسب الدستوريه وتطبيقها يبقى عندي هذه الموارد. لان طبعا ومدمن احكام الرقابه على المستشفيات الخاصه. المستشفيات الخاصه اصبحت مصاريفها اعلى من الفندقه، فمحتاجين ان الدوله تراقب. وده مش ده ما بنعتبروش نوع من التدخل في السياسه الاقتصاديه، لان التعليم والصحه لا يمكن الدوله تسيبهم ولا طبعًا. اي حد في العالم تسيبهم. لذلك برضو المدارس الخاصه مطلوب من الدوله تحكم الرقابه عليها، المستشفيات الخاصه مطلوب من الرقابه تحكم عليها. وانا مش عايزه الناس ديت اخسرهم، لان احنا محتاج الاستثمار في التعليم والاستثمار في الصحه. ولكن من خلال دراسه جيده لكل مستشفى وتديها نسبه هامش 30-40% وتحدد السعر. طبعا. طيب لسه كلامنا مستمر طبعا عن تحقيق العداله الاجتماعيه، واللي بيشمل على مجموعه كبيره من المحاور، سياسه العمل، الاجور، الضرائب، سياسه الاسكان. كل هذه مشاكل اعتقد ان هي مطروحه على طاوله الحوار، مطروحه بتفصيلاتها كمان بتفصيلاتها. يعني بجانب هذا الكلام احنا بنتكلم فيه، وبنطالب طبعا ان الاجور تصل الى قانوناتها في العالم، الى مثيلاتها العالميه، لان احنا عندنا كل اسعارنا حاليا اسعار عالميه، فعايزين الاجور كمان تبقى عالميه. بس دي هتطلب الاول بعد ما ناخد نفسنا. ودي هتدخلك في المحور الاقتصادي من الناحيه الثانيه، لان انت محتاج استثمارات، فبالتالي يكون في فرص عمل، فبالتالي يكون في انتاج، وده مش هيجي اللي احنا حددنا الاولويات. صحيح. اكتفاء ذاتي ونرشد الاستيراد الى اقصى درجه، بنكتفي من الاستيراد، يعني نستنى على الاستيراد. ده محتاج، لانك انت لما توطن الصناعه، لما تخلي القاعده الصناعيه في مصر قائمه على المشروعات الصغيره والمتوسطه، لما تستعيد تجربه ثلاث حرب ثاني. انت عارف ثلاث حرب عمل ايه؟ هذا الراجل العبقري اللي كان عنده في سنه 20 عمل بنك مصر 80,000 جنيه، ومن خلال بنك مصر انشا كل المشروعات اللي حملت اسم مصر. وكان ده مدخل استقرار مصر الاقتصادي عن بريطانيا. وهذه المشروعات كلها اللي كانت بتدعم اسم مصر هي اللي قايمها عبد الناصر في 61 وجعلها وعمل منها القطاع العام. وكان هذه المشروعات بيعملها تحت حرب، بعد ما اسسها من خلال البنك بينزلها في البورصه اسهم للناس. وكان المصريين من خلال مدخراتهم بنوا الشركه، ومن خلال شرائهم للاسهم دعموها. احنا محتاج اعمل الكلام ده. انا مش محتاج اخلي البنك دوره مرابي، انا بخلي البنك هو قائد التنميه. هي دائره متصله يا فندم. المحور المجتمعي لا ينفصل عن الاقتصادي او السياسي، هي دائره متصله. في الاخر المصلحه الاولى والاخيره هي المواطن المصري، جوده حياه المواطن المصري، حياه كريمه للمواطن المصري. هو ده يمكن المعني بيه بشكل عام، هنقول استراتيجيه المصريه بشكل عام، زي ما كان بيتكلم دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الهم الاوحد هو المواطن المصري، وده اللي بيعمل عليه ايضا الحوار الوطني. بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لك يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات.
مشاهدينا، كنيسة وستمنستر تستقبل المصلين والمشاركين في تتويج الملك، حيث يتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا اليوم في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاما. طبعا هيتم تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس بيعود تاريخها إلى حوالي 1000 سنة. طبعا تولى تشارلز العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن 74 كأكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 سنة عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن 14 في كنيسة وستمنستر في لندن. بكل تأكيد هنتابع مع حضراتكم طبعا مراسم تنصيب الملك تشارلز ملكا للبلاد، لكن دلوقتي ناخد مجموعة من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهارده. لما بتزعل مع المدام، هل انت من انصار اسيفها لحد ما تهدى وبعدين نتصالح، ولا بتروح سريعا وتصالحها عشان الزعل ما يطولش؟ هسيبها لما نهدى احنا الاثنين وبعد كده نتفاهم. ده محمد عبد المجيد دياب. في زيكو باشا، أبوسة وصالحها وأمري لله، صباحكم خير وربنا يعوض علينا. محمد أبو روكا بيقول صباح الخير على مصر كلها. في نظرية بتقول إخماد النار في وقتها أفضل، لأن النار إن لم تخمد في وقتها تأكل الأخضر واليابس، هكذا هي الأنثى. بس للأسف أنا بعمل العكس وبستنى نهدى وبعدين نتكلم. يعني هو تأكل الأخضر واليابس. طيب في سعد أبو شورة بيقول صباح الخير يا مصر، الصلح على طول عشان المشكله ما تكبرش، ربنا يهدي الجميع ويحفظ اهالينا من الفتن والمشاكل. انا حاسه الناس خايفه مننا ليه؟ ده الناس خايفه، كل واحد خايف من مراته، مش خايفين مننا. ما هو مش مننا، قصدي مننا احنا الستات. كستات. محمد شفيق بيقول صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها، الراجل لازم يلم الموضوع من الاخر. في بكري محمود بيقول صباح الخير، لازم تصالحها على طول عشان الزعل ما يطولش. تصالح حسب نوع الموقف اللي حصل، بس المشكله ان الستات بتاخد وقت على ما تصفى والرجاله برضو. طب ايه يا شادي، في ايه ده شادي الجوهر؟ هنجيب حد يحكم في الموضوع ده. في مصطفى محمد خالد بيقول صباح الخير عليكم، بحب اسمعكم واخد طاقه ايجابيه، ربنا يخليك، صباح الخير عليك. بيقول بالنسبه للسؤال احسن التصالح في نفس الوقت. محمود زهران بيقول اسهل حاجه انك تصالح مراتك، المهم تكون عايز تصالحها بجد. مهم الموضوع ده برضو. في محي الدين صبري بيقول ليها طريقة في التصالح، الكلمة الحلوة بتجيب ورا تتصالح بسرعة. ماشي، لو على قد الكلمة الحلوة يا أستاذ محي فإحنا يعني كل كلامنا حلو الحمد لله. إبراهيم شكري بيقول أنا لسه مش هديك فرصة. إبراهيم شكري بيقول بصبح عليكم من هنا، الصلح هو أفضل حاجة وبسرعة عشان الموضوع ما يكبرش. في كمان محمد فراج سالم، بعرف احتويها واغير مودها. طب دي ما شاء الله دي حاجه حلوه. ده جميل جدا، صباح الخير عليكم. دينا جابت من الاخر، ده ربيع كريم، ده اللي هي انا جاي عشان احسم الجدل. قالت انا قالت ان الستات بتتصالح بسرعه يعني. مش كلنا يعني، حسب موقف. في كمان حياه بتقول انا بشوف انه يحاول يصالحها في وقتها وكذلك هي لو هي اللي زعلته. طيب على كل ان الناس في اجماع من الناس بيقول ان احنا يا ريت اي واحد مراته زعلته يروح بسرعه ويصالحها عشان اللي جاي هيكون اصعب عليه حتى لو كانت هي اللي مزعلاه. دلوقتي هنروح لموضوع تاني
وزاره الزراعه اعلنت امبارح انه تم زراعه ما يزيد عن 1,000,000 أو 1,300,000 شجره خلال المرحله الاولى من المبادره اللي اطلقها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافظات من خلال بروتوكول التعاون مع وزاره التنميه المحليه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن المبادره والمرحله الاولى منها. معنا على التليفون دكتور احمد حلمي مدير معهد البساتين بوزاره الزراعه. صباح الخير يا حضرتك يا فندم، واهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا وسهلا، صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه حابين نعرف منك ازاي تم تقسيم المرحله الاولى من زراعه ال 100 مليون شجره، وايه كمان انواع الاشجار اللي بتستهدفها في هذه المبادره؟ مبادره ال 100 مليون شجره دي مبادره رئاسيه اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تقل اهميه عن المبادرات الثانيه زي مبادره حياه كريمه. المبادرة دي بتتم تنفيذها على 7 سنوات بداية من العام المالي 22-23 إلى العام المالي 28-29. دي تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في 11-22. المنوط في البروتوكول ده إن وزارة الزراعة في المرحلة الأولى اللي هي على 7 سنوات، المرحلة الأولى قلنا هنورد 10 مليون شجرة، تنفيذ 10 مليون شجرة، وبعدين في الباقي الست سنوات التانيين 15 مليون شجرة. الوزارة وردت بالفعل 1.3 مليون شجرة اللي هي المنوط بالوزارة وردهم في السنة الأولى، والحمد لله انتهت الوزارة بكامل توريد الكميات اللي كانت مطلوبة منها أول أمس. عظيم. دكتور أحمد، طبيعة هذه الأشجار، هل إحنا بنستهدف زراعة أشجار مثمرة ولا أشجار للزينة فقط أو لأي نوع من الاستفادة؟ وإن كان في أشجار مثمرة أماكنها بتكون فين بالظبط؟ اللي هي طبعا الاشجار، في اشجار خشبيه واشجار مثمره واشجار زينه. الاشجار الخشبيه زي الكافور والحور الابيض والمهوجني، والاشجار المثمره زي الليمون البلدي والنبق والزيتون والوسفي والرمان، وفي اللي هي زي الحاجات المزهره او الزينه زي التيكوما والتيفيت والدفله والشر والبلدي، حاجات كده يعني. يعني تشمل جميع انواع الاشجار. الحاجات دي بتتم زراعتها في كل مكان، كل يعني شجر بيتناسبه مكان معين او منطقه معينه. يعني هي الحاجات دي بتنفذ، المبادره دي بتنفذ في الطرق والجدر الوسطى، يعني طبعا اشجار خشبيه، الضفير الصحراوي للمحافظات، الجهات الحكوميه زي المدارس والجامعات ومراكز الشباب دي برضه يزرع فيها اشجار مثمره، مثلا مداخل المدن والقرى والميادين بيزرع فيها برضه الاشجار دي. المبادره دي طبعا ليها اهداف ساميه، اولا ليها اهداف اقتصاديه، اول حاجه التصدي مع الاثار السلبيه بتاعه التغير المناخ بتقلل منها، التصدي برضه لمشكلات التصحر، طبعا برضه في اقتصاد زياده الانتاج المحلي من الاغذيه وتقليل الثروات. كمان ليها الاشجار دي بتعود بفوائد بيئيه وجماليه واقتصاديه، يعني طبيعي لما حضرتك تكون ماشي في الشارع وتلاقي اشجار ولونها مثلا جميل او اخضر، دي حاجه كويسه يعني بتخلي الناس يعني مبسوطه او سرور يدخل على نفس المواطن. كمان الحاجات دي الاشجار بتمتص الاكاسيد وتقلل التلوث البيئي حوالين في الجو يعني، فبتعود بالصحه على المواطن طبعا. طب يا فندم، تم زراعه 1,300,000 شجرة خلال المرحله الاولى، استغرق لا المرحله دي كانت وزاره الزراعه، المرحله الاولى في المبادره 10 مليون شجره، الوزاره كان مطلوب منها 1.3 مليون شجره، الوزاره الحمد لله اوفت بيها وكملتها. ده اللي اقصده يا فندم في الجزء المتعلق بالوزاره. استغرقت وقت منكم قد ايه؟ هي السنه الماليه من 22-23 لغايه السنه الماليه، قبل السنه الماليه احنا لسه السنه الماليه ما انتهتش، هي 23 اهي لسه قدامها شويه. المرحله الثانيه احنا انتهينا من قبل الميعاد يعني الحمد لله. في مرحله اخرى ولا لا؟ في مراحل هي طبعا على 7 سنوات، فدي المرحله الاولى، وكانت المرحله دي مستهدفه بعض المحافظات اللي هي القليوبيه والغربيه وبني سويف والمنيا والفيوم واسيوط والوادي الجديد، دي اللي كانت مستهدفه المرحله الاولى بالنسبه لنا كوزاره الزراعه يعني. طيب دكتور احمد، رعايه هذه الاشجار اللي بيتم زراعتها مسؤوليه مين؟ الحفاظ عليها، المتابعه؟ هو المسؤول الاول هي التنميه المحليه مسؤوله اللي هي ماسكه الموضوع، بس احنا كوزاره زراعه احنا مسؤولين ان احنا الدعم الفني للمهندسين في الوحدات المحليه والارشاديه، احنا بنديهم الدعم الفني او اي مشكله بيرجعوا لنا، فاحنا بنديها لهم على طول او بنبعت لهم ناس متخصصين اذا كانت في مشكله كذا، بنبعت ناس متخصصين لان احنا عندنا فنيين في المركز والمعهد، ناس على اعلى مستوى يعني،
فبنبعت لهم اذا كان في مشكله ولا حاجه يتجاوبوا على طول ويحلوها لهم ويستغلوها ان شاء الله. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور احمد حلمي مدير معهد البساتين وزاره الزراعه، مجهود كبير طبعا بنحيي حضرتك عليه يا فندم. طبعا بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.